هو معايا والله عقبال ما جيت يعني، معلش على التأخير. هاني الطريقة دي مش هتنفع تاني. وبعد كده من فضلك اللي مش هيخش المحاضرة في لحظته انا هعمل مش هعمل ادميت لحد. يا هتخش في المحاضرة بتاعتك في وقتها وتحترمها يا ما تجيش خالص. طيب تمام، معلش يا دكتور. اوكي بصوا دلوقتي احنا ديلي تلت ساعة ودي مش طريقة لأي حد تاني. بعد كده خلاص انا مش هدخل حد هيفضل اوتسايد الميتنج، ولو الحقيقة بعد كده الميتنج هو 5 دقايق بس وبعد كده انا هعمل انك انت مش هتقدر تخش، عارف اللوبي مش هتقدر انك انت تخش. وانا هسيب التسجيل المرة دي معلش عشان برضو انا مش بعملها عندا فيهم يعني، لكن اوكي نجيب المرة دي بس. المرة اللي فاتت انا يعني من المرة اللي جاية ان شاء الله ما حدش هيخش متأخر اكتر من 5 دقايق. وبقى بقى لغوا زمايلكم. هي انا اول مرة يعني انا حاسس قاعد مع اطفال كل شوية واحد يحاول يطرد التاني ويطلع التاني، ايه ده بالعيب. المهم خليكم بقى معايا من فضلكم، وانا كمان يعني انا همشي بريت سريع شويه ان الحقيقه يعني الواحد ضايق. المهم بقى خليك معايا دلوقتي. ادي الكريستالين، انا قلت لك انك عندك 3 انواع من المواد. ماده كريستالين، المقصود بالكريستالين انك شكل بلوري وهيتكرر داخل الماده. بولي كريستالين، خلاص البولي كريستالين معناه ان كل قطعه ليها جوه السوليد ليها شكل مختلف عن اللي جنبه، بس ايه في اماكن ليها نفس الشكل، اماكن بشكل تاني، اماكن بشكل تالت. عشان كده كلمه بولي كريستالين يعني متعدد التركيب. الامورفس بقى ماده عشوائيه تماما، ما تقدرش ابدا انك انت تبقى عارف لها اي شكل خاص باي منطقه فيها. طيب بصوا كده هوريكم شكل ل ماده كريستالين. بصوا للشكل بقى اللي موجود قدامكم، لو تاخدوا بالكم ان الـ3 صور اللي قدامكم هي نفس التركيب، ولكن انا باخد مجموعه من الاتومز تمثل مستوى معين. يعني مثلا تخلوا بالكم مثلا في الرسمه الاولانيه اللي انا هكتب عليها 1، انا باخد الكورنرز مع اللي في النص ودي مستوى، وبعدين الثانيه باخد الكورنرز مع اللي برضه اللي في النص بسميها مستوى تاني. المستويات دي بقى هي اللي بيطلقوا عليها كلمه براد بلينز. يبقى ايه هي البراد بلينز؟ البراد بلينز هي مستويات ليها نفس الشكل ونفس عدد الاتومز. ممكن جدا يبقى عندي اكتر من البراد بلينز، ازاي؟ زي الرسمه الاولانيه انا كنت باخد كل المستويات الافقيه زي ما انتم شايفين. الرسمه الثانيه انا باخد مستويات على هيئه مثلثات انتوا شايفينها اللي هي الكورنر اللي فوق مع الاثنين اللي تحت عاملين مستوى مايل، واكررها مره ثانيه. او ان انا اخد مستويات راسيه زي ان انا باخد الكورنر مع المنتصف مع الكورنر وبعدين بنزل راسي. هنا هتجي لك مستوى راسي وبعدين يرجع يتكرر اكتر من مره في مستوى الكريستس دي. دكتور معلش، نعم هو مفيش شير سكرين ظاهر عندي باشمهندس، ولا انا برضه كلكم كده ولا انتي بس؟ زهرة زهرة. لا لا زهرة عندنا. لا زهرة عندنا يا دكتور. طب انا خايفة اخرج وادخل حضرتك تعتبرني مش اتندنس يعني. طب يا باشمهندس انت شايفة الحل يبقى ايه؟ طب يعني اعرف ليه لو انا شوية يعني يفتح يعني. بص انا كنت سايبها لكم الاول تحضروا وتخرجوا وكل حاجة. نتيجتها ايه؟ ان الناس بتخش تقعد تلعب وتطير حاجات بعض، والناس تخش متأخرة 1/3 ساعة. والله يا دكتور احنا اسفين بس فعلا يعني مش عارفة اقول لحضرتك ايه. انا زهقت الحقيقة وقلت لكم والله هتقرفوا الواحد دلوقتي هيسيب لكم الكورس لحاله. اتفضلي اطلعي يا باشمهندس اخش فيه. شكرا يا دكتور. يلا بسرعة.
دخلت يا باشمهندس ولا لسه؟ باشمهندس اي دكتور ما حضرتك ظهرت الصورة بالنسبة لك؟ الشير سكرين مش يعني كده تمام. خليكوا بقى معايا دلوقتي. زي ما قلت لك هنا الرسمه الاولانيه دي مجموعه من البلينز. لو انا جيت قلت لك ايه المسافه ما بين البلينز والبلينز، هي نفسها المستوى اللي ما بين الاتوم والاتوم دي، سي ان هي المسافه دي اللي انا بتكلم عليها. يعني جيت قلت لك مثلا دي اتوم، هي اللي انا عامل عليها دايره، واتوم تانية المسافه ما بين التو اتومز دي هي نفسها المسافه ما بين التو بلينز. الطريقه اللي كان عاملها براك كونديشن بقى هي طريقه يقدر يقيس بيها الدي اللي موجوده عندك. يبقى اول حاجه بس عشان نبقى فاهمينها، هل الماده ليها انتر اتوميك ديستانس واحده؟ اقول لك لا، ان ممكن الماده يبقى لها اكتر من مستوى، فيبقى معنى كده ان ممكن يبقى فيه اكتر من بلينز انت بتقيسهم. براك بقى كان هو بيدور على ميثود يقدر يقيس بيها الانتر اتوميك ديستانس دي. طيب ركز بقى معايا على حاجه هنا، معلومه مهمه جدا. هل ممكن تقيس انتر اتوميك ديستانس لماده امورفوس؟ الماده الامورفوس اللي الماده العشوائيه؟ طبعا لا، ان ما فيش شكل من لوري معين. طب هي فين الانتر اتوميك ديستانس؟ يبقى معنى كده ما حدش ابدا يقول لي انا بقيس انتر اتوميك ديستانس الا لو الماده كريستالاين، ان الماده كريستالاين هيبقى فيه مستويات محدده ومسافات محدده بتقيسها. ماده امورفوس عشوائيه التركيب ما تقدرش انك انت تقيس لها براج بلينز. طيب بيقيسوا بقى ازاي بقى البراج بلينز ده؟ هي بيقيسوا البراج بلينز اللي موجوده عندنا دي بفكره بسيطه جدا باستخدام الاكس راي. لو سمحتوا خليكم معايا بقى، لو ما فهمتوش البارت ده مش هتفهموا كلام دبلوري بعد كده او ازاي دبلوري حقق الكلام. دلوقتي الماده اللي انت عاوز تقيسها طبعا لازم تبقى ماده كريستالاين، بتتحط السامبل بتاعتك اهي، بتتعرض لانسيدنت اكس راي وريفلكتد اكس راي. ركزوا بقى معايا من فضلكم، انا مش هقف في كل حته، هقول لك دلوقتي دي ايه. انا هكمل البارت كله على بعضه وبعدين هرجع اسالك، ان في حتت مش هتفهمها هتفهمها من الانيميشن، في حتت مش هتبقى قادر تتخيلها هتتخيل من الانيميشن اللي بعديها. فانا دلوقتي مش عاوز واحد يجي يقول لي الحته دي انا مش فاهمها، اصبر عليا لغايه ما اخلص الكله وبعدين هرجع لك مره تانية، هتلاقي الاسئله ابتدت انها توضح بالنسبه لك. خلي بالك بقى، الفكره بتاعت القياس ان انا بنزل اكس راي من سورس معين، ادي اكس راي انسيدنت. الاكس راي ده هيخبط العينه بتاعتك ثم يرتد الى ديتكتور. الديتكتور اللي موجود عندك ده هو اي ديتكتور في الدنيا بيقيس الانتنستي بتاعه الاشعه اللي جايه له، شده الاشعه اللي جايه له. والله ممكن جدا الاشعه اللي جايه له دي تبقى الانتنستي بتاعتها ضعيفه او قويه طبقا للري اللي جايه دي هتعمل انترفيرنس شكله ايه. طيب المهم الحاجه بقى الخطيره جدا وعاوز انبهك ليها، ان الاكس راي والديتكتور الاثنين بيتحركوا مع بعض. عشان في ناس متخيله ان انا بحط الكريستال انزل اكس راي وبعدين الف العينه اللي عندي، لا مش انا بلف العينه، انا اللي بحطه. العينه دي بتبقى فيكسد والاكس راي والديتكتور الاثنين بيتحركوا مع بعض. واحد يقول لي انا مش قادر اتخيلها، بص معايا من فضلك على شكل ده هتقدر انك انت تفهم العينه موجوده فين. واحده واحده بقى انا هوريهولك كذا مره. بص من فضلك دلوقتي الشكل اللي موجود قدامك ده، انت عندك في النص بالظبط في حته فجوه كده اهي، هنا هو طبعا انت يمكن الماوس هيجي لك عليها دلوقتي. الحته دي ده درج بيتفتح ويتقفل اللي انا بشاور عليه بالماوس، ده هتتحط فيه العينه. وبعدين
هنا عندك اكس راي سورس واكس راي ديتكتور، يعني السورس والديتكتور اهم. بص السورس والديتكتور بيتحركوا ازاي، زي ما انت شايف تقدر تتحرك السورس والديتكتور بيتفردوا، وبعدين السورس والديتكتور بيرجعوا مره ثانيه. اهي ادي الصوره مره ثانيه، ادي الشكل، ادي الديتكتور بتاعك والسورس، الاثنين بيتحركوا مع بعض. يبقى سؤال، السامبل ثابته ولا مش ثابته؟ السامبل ثابته، ولكن السورس والديتكتور هما اللي بيتحركوا، وبيتحركوا بنفس الانجل، والجهاز ده في منتهى الدقه، يعني ممكن يحرك لك واحد على ألف من الانجل، يعني مش طبعا هو هنا انا بعمله لك ديمو سريع. اولا الجهاز ده برضو عشان حضرتك تبقى في الصوره، انت شايفه اكس راي سورس كده بسيط وبتاع، الجهاز ده بيتعدى ثمنه 400,000 دولار تقريبا. طبعا لسبب ان الاكس راي دي ممكن تصيب الانسان بالكانسر، فعشان كده هو بيتحط في درج هنا محكم جدا، بيبقى من الرصاص، وبعدين بيبقى الجهاز ده كله سيلد، وانت بتتحكم فيه من بعد، يعني انت ما بتقدمش ايدك، يعني تخلي بالك حتى الحركة انك ايدك او حاجة، لا دي هي كلها اوتوماتيك من اوتسايد يعني. المهم طيب الفكرة بقى ايه، انا اخر الصورة بعرضها لك هنا، ايه الفكرة ازاي نقدر نقيس العينة اللي موجودة عندي ونحسب الانتر ادوميك ديستانس بتاعتها. خليك معايا، ادي شكل اللي موجود قدامك ده اللي انت شايفه دلوقتي، دي شكل البلينز اللي موجودة، والاسود دول اللي هي الاتومز اللي موجودة في مستويات او المستوى اللي انا عاوز احسب الدي بتاعته او الانتر اتوميك ديستانس. ركز كويس، البيم الاولاني ده ادي اكس راي انسن، خبط في الاتوم اللي فوق وطلع اي راي اي 1، التاني نزل اتفسح شوية خبط في الموجة في الاتوم اللي تحت اللي في تاني صف، ورجع مرة تانية كون ري 2. طيب بصوا من فضلكم بقى كويس جدا، واضح ان ري 2 مشي اكتر من ري 1. ليه؟ الديتكتور هنا تخيل كده، دول بارلل لبعض اهم، من هنا وانت نازل مشيوا نفس المسافة، ولكن الري اللي تحت مشي المسافة دي ازيد والمسافة دي ازيد. طيب لو المسافة دي ثيتا، خلي بالكم بقى من ديفينيشنز خطير، انت دايما لما اجي اقول لك زاويه السقوط انتوا تعودتوا، اما كنت بشرح لك مثلا قلت لك دي مرايه، فين زاويه السقوط؟ كنت تيجي تقول لي انا اعمل عمود كده، وزاويه السقوط دايما هي الانجل ما بين الانسيدنت راي والنورمال. لا، هنا احنا عندنا زاويه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي ما بين الاكس راي، يعني انت كده الاكس راي نازل كده، والبلين اللي فيه الاتومز. يبقى هنا الديفينيشنز خلي بالكم، اما اقول لك انسيدنت انجل بعد كده ما يروحش دماغك ان الانسيدنت انجل بين الري اللي نازل والعمودي، لا ماليش دعوه بالعمودي خالص. هنا انا هنا الانجل اللي هي ما بين الاكس راي اللي نازله والبلين اللي هو موجود في المستوى اللي موجود فيه الاتومز. يبقى دي اول حاجه. طيب دلوقتي سؤال بسيط جدا، لو المسافه دي انتر اتوميك ديستانس دي، برضو المسافة دي. طب ركزوا بقى معايا، الانجل دي 90 وبرضو الانجل دي 90، دي معناها ايه؟ معنى انك انت عندك لو سي الانجل دي اكس، هتبقى عندك سيتا واكس دي 90، وبرضو عندك سيتا واكس دي 90، يبقى الانجل اللي جوه دي سيتا. يبقى دلوقتي انا زي ما الانجل دي سيتا زي الانجل اللي جوه سيتا. انا هشيل بس الخطوط الحمراء عشان تبتدوا تتابعوا الشكل اللي موجود عندك وتتابع الانجل زي انا بتكلم عليه. بصوا يا باشمهندس لو سمحت دي عشان برضو تبقوا مميزين الشكل. دلوقتي خليهم بقى يطلعوا يخشوا، انا ولا هدخل بني ادم، ما تنططوا بقى، ان الحقيقه دي حاجه بقت سخيفه جدا يعني. شوف احنا بادئين المحاضره بقى قد ايه. بص يا باشمهندس دلوقتي عشان تشوف، احنا اتفقنا ان الانجل دي ثيتا. طيب ركز كويس، الانجل دي 90 والانجل الثانيه دي 90، يبقى زي ما دي ثيتا الانجل الثانيه ثيتا. كويس. طيب لو عندي المسافه ده هي دي اللي هي المسافه اللي هي دي، هيبقى عندي المسافه دي هي دي ساين ثيتا، والمسافه برضو الثانيه دي ساين ثيتا. يبقى لو جيت قلت لك
الباث ديفرنس ما بين ري 1 وري 2 هيبقى هو دي ساين ثيتا دي ساين ثيتا زائد دي ساين ثيتا. دي المسافة اللي ما بين الري 1 والري 2. طيب والله لو المسافة دي ساين ثيتا او اقدر اقول ان ما بين الشعاع الاول والتاني عندي 2 دي ساين ثيتا. من كونديشن الانترفيرنس لو 2 دي ساين ثيتا اللي هي المسافة ما بين الري 1 والري 2 دي كانت عدد صحيح من الاطوال الموجية هيحصل كونستراكتيف انترفيرنس. يبقى هنا هيبقى هنا ان لندا هي اللي موجودة قدامك وان لندا ده هي دي لو كان سواء زيرو او لندا او اتنين لندا او تلاتة لندا ده المقصود بكلمة ان لندا. لو كان ما بين شعاع واحد واتنين صفر يبقى معناهم بيقووا بعض. لندا بيقووا بعض تلاتة لندا بيقووا بعض اربعة لندا بيقووا بعض. طيب ايه بقى اللي عمله براج؟ بس عشان نفهم هنرجع مرة تانية للكلام ده. اصبر انا بعد ما اوريك الفيديو اللي جاي هقعد معاك بقى واسألك كل الاسئلة اللي انت عايزها. دلوقتي انت بتعمل ايه؟ انت بتصمم الجهاز فانت الويف لينس بتاع الاكس راي عارفه. انت بطريقة ما تقدر تعرف الان، هل الان بتاعتك دي اول تداخل ولا تاني تداخل ولا تالت تداخل، وهوريها لك اكسبيرمنتلي هتشوفها ازاي. اوكي انت اللي مصمم الجهاز يبقى انت بتقدر تقيس الثيتا. يبقى المعادلة اللي موجودة قدامك دي المجهول الوحيد اللي فيها هو الدي. ركزوا بقى معي وبالطريقة دي هو هيقدر يعرف المسافة اللي ما بين البلينز. يبقى خلي بالك هو كل اللي بيعمله بيروح جاي حاطط السامبل يعرضها للإكس راي اللي هي الشعاع اللي نازلين دول. الشعاعين اللي خارجين دول يقدر يحسب بينهم يا إما كونستركتيف انترفيرنس يا ديستركتيف انترفيرنس. هفهمها لك دلوقتي. لو حصل بينهم كونستراكتيف انترفيرنس معناهم الشعاعين دول بيقووا بعض، يبقى في الحاله دي انت هتقول المسافه ما بين الشعاعين اللي هي 2 دي ساين ثيتا تساوي ان لندا. لو عرفت الان ودي طريقه سهله قوي تقدر تعرفها وانت اللي مصمم الجهاز عارف اللندا اس ثيتا هتجيب الدي. طيب واحد يجي يقول لي انا برضو مش قادر اتخيل قوي موضوع الانترفيرنس ازاي 2 يقووا بعض وممكن ازاي الري 1 وري 2 دول يضعفوا بعض. هوري لك الانيميشن اللي جاي ده وبعدين هرجع بقى اسالك في كل اللي انت عاوزه بعد ما امر لك على السلايدز ككل. بس هوري لك السلايدز دي لو سمحت. خليك معايا. بص بص هنا بقى كويس قوي. اللي مرسوم قدامك ده انا بس هكبر الدي شويه عشان ابعد لك الاتوم عن بعضها فتقدر تتخيل. هي بص يا باشمهندس وهطول الويف لينث سنه عشان برضو التداخل ما بينهم يبقى واضح. بص يا باشمهندس الرسمه اللي قدامك ادي الانسيدنت باينه جدا جايه من على اليمين، واضح جدا ان ده خبط في الاولانيه وخبط في الثانيه، واضح ان الشعاعين اللي طالعين دول بيعملوا كونستراكتيف انترفيرنس. ليه؟ ان البيك الاولانيه مع البيك الثانيه، يعني لو جيتوا تبصوا هنا البيك دي مع البيك اللي فوق، البيك دي مع البيك اللي فوق، طبعا وبيبتدي ان هو يتحرك. طب تخيلوا بقى ان انا رحت مغير الانجل عشان تتخيل. لفيت الديتكتور بصوا كده، لو عملت كده ايه اللي يحصل؟ لو انتوا شاطرين بقى بصوا كده الري الاثنين نازلين مع بعض، لكن وهم طالعين واحد بقى عكس الثاني، يبقى في الحاله دي هيعمل ديستركتيف. يبقى اذا انت عملت كونستركتيف. لو كملت الانجل اكتر شويه ميبي تاني انه يرجع، بس يمكن هنا ما قدرناش ان احنا نرجع. يعني هنا ادي ديستركتيف اهو، خلي بالك دي ديستركتيف هادمين بعض. وبعدين لو عملت الديتكتور وزودته شويه يتحول تاني لكونستركتيف. وبعدين لو زودت الانجل اللي هي بتاعت الديتكتور ممكن اتحول تالي لديستركتيف. هنا بقى انت بتقدر تعرف الان بتاعتك بواحد ولا باتنين ولا بتلاته. الان بتاعتك هتتعرف، السيتا بتاعتك هتتعرف، لندا بتاعتك هتتعرف، هيتعرف الدي اللي موجودة عندك. دلوقتي انا هرجع على السلايد، همشي على السلايد وبعدين هرجع لك بقى مرة تانية. اللي منكم عنده اي سؤال يبتدي يسأله. دي واحدة هنشيل بقى الحاجات دي. ركزوا بقى معايا. نرجع بقى. يبقى اول حاجة بص بقى معايا هنا، انت فهمت براج بلينز الاول،
ابراج بلينز دي هي دي المسافات اللي احنا سي ان المسافه دي مثلا اللي عاوزين نحسبها. الفكره كلها بنستخدم حاجه اسمها ديفراكتوميتر. ديفراكتوميتر اللي هو جهاز بيقيس المسافه اللي موجوده عندنا. الفكره بتاعت الديفراكتوميتر انك بتحط كريستال اللي انت عاوزها بتسقط عليها اكس راي وبتطلع ديتكتور يقيس الاكس راي اللي خارجه. والله الاكس راي دي ممكن تبقى كونستراكتيف وديستراكتيف. القانون بتاعنا اللي هنستخدمه بسهوله جدا انك انت عندك الاتي: لو عندك شعاعين ساقطين بالمنظر ده انت عرفت ان الشعاع الثاني هيتحرك المسافه اللي هي الحمراء دي اللي انا بتكلم عليها اكتر من الشعاع الاولاني هنا وهنا. الاثنين دول من الجيومتري بسيطه جدا تقدر تعرف انها 2 دي ساين سيتا. طب دي ساين سيتا يمين ودي ساين سيتا شمال، يبقى الري واحد والري اثنين دول فارقين عن بعض 2 دي ساين سيتا. لو الشعاعين دول قووا بعض يعني عملوا كونستراكتيف انترفيرنس الديتكتور هيقرا ماكسيمم، ومعنى انه قرا ماكسيمم يبقى لازم الكونديشن ده اتحقق ان المسافه اللي عندنا اللي هي 2 دي ساين سيتا بتساوي ان لندا. هتيجي تقول لي انا هعرف منين الان؟ ازاي براكتيكلي اعرف الان؟ اول حاجه افرض الديتكتور والاكس راي الديتكتور والسورس بتاع الاكس راي تماما. لو فردت الديتكتور والاكس راي دي معناها ان الري ماشيه زي بعضها، دي كانها ان بزيرو. ابتدي ارجع، اول تداخل تبقى ان بوان، بعدين تاني تداخل ان باتنين، تالت تداخل ان بثلاثه. يبقى انت في الاول بتفرد الاكس الشعاعين دول، يعني بتفرد الديتكتورز بتاعك بحيث ان الشعاع اللي نازله تبقى بارلل لبعضها تقريبا. هتبقى ساعتها ما فيش تاخير ما بين واحد والتاني، دي معناها ان الديلي بصفر او ان بزيرو. بعد كده هتطلع بقى بالديتكتور لفوق زي ما احنا شفنا، هتقدر تعرف ان ان دي بواحد ولا باتنين ولا بثلاثه. انت اللي مصنع الجهاز فعارف اللندا، انت قايه الثيتا هتعرف الدي. طيب قدام بقى ديبلوري هيحقق كلامه ازاي؟ ديبلوري هيعيد التجربه دي بس بدل بالاكس راي هيستخدم الكترون، والالكترون اللي هيستخدمها هيبقى عارف نوع الماده النيكل مثلا، فهو هيبقى عارف الدي. ركزوا بقى، هيبقى عارف الدي وهو هيعرف الثيتا وهيعرف اول تداخل او تاني تداخل، وبالطريقه دي هيقيس الويف لينث. يبقى خلي بالكوا هيعملها العمليه العكسيه، هو هيستفيد من كلام براج بس بدل ما هينزل اكس راي هينزل الكترون، بس مش هو اللي هينزل زي ما هنشوف فيما بعد. لكن هي دي الفكره، انك هتنزل الكترون، الالكترون هتنزلها على ماده انت اخترتها فانت عارف لها الدي وهتقيس السيتا والان، ومن الطريقه دي هتجيب اللندا. دي الطريقه اللي استخدمها براج عشان يقدر يعرف القانون اللي موجود قدامك ده. دلوقتي نرجع بقى تاني لعندكم اسئله واحده واحده بقى. اللي عنده سؤال في الجزء ده من فضلك يسالني. باشمهندسين دكتور لو سمحت ممكن اسال؟ اتفضل. طيب المحاضره اللي فاتت احنا قلنا ان لو هو ديستركتيف انترفيرنس بيكون الباس ديفرنس ان بلس هاف في لامدا. لا يا باشمهندسه والله ما قلنا المحاضره اللي فاتت كده، اتفضل ادي الكونديشن. باشمهندسه من فضلك دي ان زائد هاف. لا انا بقول ديستركتيف مش كونستركتيف. طب وانا هنا بدور على الكونستركتيف ولا ديستركتيف يا باشمهندس؟ ما هو انا بقى هسال السؤال، هقول ان احنا لما كنا بنزود سيتا قوي كان بيحصل ديستركتيف انترفيرنس. حتى حضرتك لما شغلت الفيديو شفنا ان بيكون في بيك مع بوتوم منضمين، مش ده كده ديستركتيف؟ باشمهندس دي ديستركتيف. قبليها كان في كونستركتيف ولا لا؟ ايوه قبليها كان في. انا دلوقتي الديتكتور اما يقراش حاجه اعرف ايه؟ بعقلك كده يعني الديتكتور قيمته اما يحس بالحاجه ولا ما يحسش بيها؟ اما يحس بالحاجه يبقى ما هيبقى ماكسيمم، يعني المؤشر بتاع الديتكتور بيتحرك اما يقرا ماكسيمم. اما يبقى ماكسيمم يبقى كونستراكتيف ولا ديستراكتيف؟ يبقى كونستراكتيف. طيب يبقى انا هعمل ايه بالديستراكتيف؟ ماشي انا بسال بس كده ان هو يعني في حاله الديستراكتيف مش هيقرا اي حاجه. مين قال لك مش هيقرا؟ ما هو ممكن يكون في ريز جايه من حته ثانيه يبقى هيبقى مينيما، لكن الكونستراكتيف اكيد ماكسيمم. فالماكسيمم هيبقى اكبر قرايه بعيده. بقى ليه؟ ان الحاجه ما تيجي صفر اي نويز بتقريها هتدي لك فاليوز، لكن النهارده لما بتيجي تقري حاجه حتى لو النويز دي موجوده وبعدين تروح تطلع الاكبر حاجه
هتعرفي ساعتها ان ده المكسي، يبقى ده اسهب. يبقى ايوه ايوه احنا بنبص على الدرجه. وبعدين واضح جدا ان انا حسبت دي ساين ثيتا انا سويتها لك بان لام، هل انا سويتها لك بان زائد ان نص لام؟ مش بس لا. طيب انت بتتكلمي عن الدستركتيف، الدستركتيف دي حاله انا ما بتكلمش عليها خالص، ان ليس لها يعني قيمه من ناحيه المعمل. المعمل هو الديتكتور، اما يحس ان اقوى حاجه قالها هتبقى ان يا بواحد يا باثنين يا بثلاثه. تمام، انا كنت بسأل في النقطه دي. شكرا يا دكتور. دكتور. نعم. واحد واحد. هو بس في واحد خرج النت قطع عنده فهو مش عارف يدخل دلوقتي. باشمهندس لو سمحت انا بسألك، في عندك سؤال في السلايد؟ لا تمام. دكتور. ايوه. هو الري التاني جاي منين؟ نعم. الري التاني جاي منين؟ مش انا بشغال باكس راي واحد ليه بقى عندي تو رايز؟ هو الاكس راي يا باشمهندس اما بتوضز على ليزر هو بيبقى نازل بيم واحد ولا حزمه؟ ده حزمه. طيب ما حزمه دي اكتر من ري يعني. فهمت، شكرا. دكتور. نعم. هو حضرتك انا مش متخيل يعني ليه الري التاني مشي مسافه اكتر ليه يعني؟ باشمهندس تعالى كده معايا على الوايت بورد. دلوقتي افرض ده الديتكتور ودي السامبل، كويس؟ تمام. ركز معايا. لو البين ده وصل كده للاتوم دي وانعكس، وعندك بين تاني في اتوم تانية هنا، وعندك بين تاني مشي كده لغاية ما يصير هيخبط هنا في الاتوم، يعني افترض ان الاتوم بس عشان انا رسمتها فوق شوية، افترض الاتوم تحت كده وانعكس، كويس؟ اسألك سؤال، لو حضرتك اخدت خط اخضر كده او ازرق يوازي ده بالظبط، الشعاعين ماشيين زي بعض لغاية انهي نقطة يا باشمهندس؟ لحد النقطة اللي هو الزرقاء اللي تحت دي اللي تقابل مع الحمراء اللي هي دي، صح؟ طيب ولو حضرتك مثلا اخدت هنا ادي الديتكتور هنا اهو واخدت خط كده، يبقى دول ماشيين قد بعض ولا لا يا باشمهندس؟ اللي فوق لحد طيب فوق لحد النقطة السوداء. يبقى سؤال بقى، الشعاع الاحمر الزيادة فيه عن الشعاع الاخضر مش هي الحتة دي؟ اه الحتتين اللي تحت دول، صح ولا؟ اه صح. طيب ما دي لحضرتك بقى لما جيت حسبتها لقيتها دي ساين ثيتا هنا ودي كانت دي ساين ثيتا الجهه الثانيه، يبقى معنى كده ان اللي تحت مشي اكتر من اللي فوق مسافه كام؟ اتنين دي ساين ثيتا. اوكي تمام يا دكتور، شكرا جدا. اه وصلت يا دكتور. اوكي انا فتحت لزميلك يا باشمهندس اللي انت كنت عاوزه، بس الحقيقه انا يعني متضايق جدا من البيهيفير بتاعكم النهارده. باشمهندس اللي كان بيسالني على زميله. ايوه ايوه يا دكتور مع حضرتك. اوكي انا فتحت له. تمام يا دكتور. اتعودوا ان في شيء ده في شيء ده. اوكي طيب خليكم معايا، حد منكم عنده اي بقى سؤال في الجزء ده من فضلكم؟ دكتور ممكن سؤال؟ معلش. نعم. هو الاتوم مش بتابزورب اي حاجه من الانرجي بتاعه الاكس راي؟ وفرضي حتى انا عملت جزء من الابزوربشن يفرق في يعني ايه؟ الويف لينث مش بيتاثر بتاع اللي هو المعكوس يعني؟ بص يا باشمهندس، في فرق بين الابزوربشن ان انا امتص جزء من الطاقه بس نفس الويف لينس. تمام تمام اوكي ميرسي يا دكتور. يبقى انت هنا هل الانترفيرنس بيعتمد على الانرجي ولا على الويف لينس؟ على الويف لينس. الويف لينس مش هيتغير.
تمام ميرسي. دكتور انا مش فاهم الكونديشن بتاعت لما الريز تبقى يعني عامله 180 ديجري، يعني سيتا لما تبقى 180. باشمهندس تخيل انك عندك كريستال كده، حضرتك حطيت السورس هنا والديتكتور هنا، الاشعه اللي ماشيه دي هل بينها اي باص ديفرنس؟ لا مش هيبقى هنا. يبقى ان بكام؟ هتبقى هنا الان بزيرو يعني. صح. طيب اول ما تميل بقى كده كده وكده ويحصل اول تداخل تبقى ان بكام؟ اول تداخل اللي هو الفيرست كونستراكتيف صح؟ ايوه. يبقى ان بكام؟ هتبقى ان هنا ب1. يبقى انت هتعمل ايه؟ افرض الديتكتور في الاول. اما تفرض الديتكتور في الاول مفروض ان ده هيخلي ان بكام؟ بزيرو. بزيرو. اطلع بقى بالديتكتور والاكس راي سورس، اول تداخل تبقى ان بكام؟ ب1. ثاني تداخل ان ب2 وهكذا. فهمت بقى؟ تمام. وهنا هيبقى اللي هو 2 دي ساين سيتا بزيرو في اول، لو الان بزيرو في الاول. ايوه ما لهاش معنى. انت ما فيش 2 دي ساين سيتا، ما هو ماشيين زي بعض بالظبط صح ولا غلط؟ تمام. ما انت منين جاب باس ديفرنس بزيرو؟ ما فيش مسافه، الاثنين ماشيين نفس المسافه بالظبط. صح؟ ماشي ميرسي يا دكتور. اوكي. نعم. ايوه. ما هو دلوقتي لو اللي حصل ابزوربشن للانرجي لازم الفريكوينسي هيتغير ومعاه الويف لينث. مين قال ان الابزوربشن اوف انرجي يسبب تغير الويف لينث يا اخوان؟ يعني انا لما بحط فلتر اخضر الضوء بيمر بيمتص جزء منه، هل بيطلع احمر؟ باشمهندس رد عليه من فضلك. لا يا دكتور. باشمهندس انت خبطت هنا في الكترون عشان يحصل كومبتون افكت ولا انت خبط في الاتوم؟ تمام. رد عليا بس هنا. فهمت. خبط هنا في ايه؟ في اتوم مش في الكترون. طيب انت ما كنت حتى في الكومبتون افكت كان بيطلع كام ويف لينث؟ بيطلع كذا واحد مختلف. نعم. ذاكرت. طيب كان بيطلع كام ويف؟ ذاكرته على حسب الانجل كان ساعات بيطلع. ايوه بس كان ليه بيطلع 2 ويف لينث؟ الويف لينث الاساسي كان بيطلع ما بتخبط في ايه؟ لما هبط في الكترون واقف جامد او ما خبطش في حاجه. لا يا باشمهندس لو ما خبطش في حاجه او خبط في الاتوم. اما قلت لك المثال لو انت جريت ورحت خبط في الحيطه بترجع بنفس الانرجي ولا لا؟ طيب اما الالكترون يخبط في الكترون باوندد او في الاتوم هيرجع بنفس الويف لينث. تمام. غلط. طيب انت هنا بتخبط في الكترونز ولا بتخبط في الاتومز هنا؟ بخبط في اتوم فمش هيحصل ابزوربشن للانرجي. يبقى هيرتد بنفس الويف لينث. صح؟ اللينث بتاعه مش هيتغير. مش ده النظام. صح يا دكتور. تمام. فهمت يا دكتور شكرا. عرفني. دكتور معلش ممكن حضرتك تجيب السلايد اللي قبل دي؟ اللي قبل دي؟ ثانية بس مش ظاهرة عندي. دي ولا اللي بعدين؟ مش ظاهرة ثانية بس. طب معلش يا دكتور الناس خرجت عشان الديلي فممكن تقبلهم تاني؟ طيب بس هجاوب زميلك الأول. طب عامة في السلايد اللي قبليها دكتور بيقول لي إن أنت في أول خطوة اللي عاوزها ولا عاوز أي سلايد؟ ما أنا مش شايف مش واضحة. اللي واضحه قدامي دي انا عايز اللي قبلها على طول اللي هي بيج 16. ما دي 16 ايه؟ اسال؟ ايوه. طيب تمام. فاول حاجه خالص بيقول لي when x rays are incident on some crystal structure the different crystal planes cause diffraction for the x rays. هو مش المنظر اللي احنا كنا لسه بنشرحه هو reflection بعدين interference؟ ايوه diffraction وبعدين interference. diffraction وبعدين interference.
طيب تمام. الري وهي بتخش ما بين الاتوم، الاتوم دي بينها مسافات ضيقه ولا لا؟ اه بينها. طيب يبقى الاتوم وهي داخله ده كانه نوع من انواع ايه؟ الدفراكشن. وبعدين اما بيتجمعوا مع بعض كده مع بعض دي ظاهره ايه؟ انترفيرنس. يبقى مش شكرا. اوكي ماشي خليكم معايا بقى. طيب عامة مؤقتا كده نرجع نكمل، هنبتدي بقى نشوف يعني حاجة مهمة جدا، الكلام اللي قاله ديبلوري. ركزوا كويس جدا بقى في التو سلايدز دول قبل ما اخلصهم، وبعديهم هديلك بريك صغير كده دقيقتين عشان بس تفصل ما بين الحاجات. اولا ديبلوري قال الماتر ويف بتاعته دي ازاي، عشان بس ايه نبص عليهم كده سريعا. دي واحدة بس. استنى بس انا عشان اشوف الناس دول. اوكي. اوكي دلوقتي من فضلك خليكم دلوقتي بص هنا على الدبلوري ماتر ويف. الدبلوري ماتر ويف شوف انت دبلوري فكر ازاي. اولا انا قلت لكم على دبلوري ملاحظه دي مهمه قوي، ان دبلوري اساسا هو كان راجل بيدرس هيستوري، وبعدين عجبه الشغل بتاع البارتكل والويف وابتدى يدرس الفيزيكس، والحقيقه كانت سخريه منه شديده جدا، يعني الناس سخرت منه في السيمينار ليه. تعالوا شوفوا هو عمل ايه. وطبعا خليك بقى منطقي كده، انت بتتكلم سنه 1922، الدكتوراه بتاعته مسجلة عبارة عن ساعتين تقريبا بيهزقوا فيه على الكلام اللي بيقوله. بص كويس دبلوري قال ايه. دبلوري بيقول ان ايه بتساوي اتش اف اف. طيب هو لو قال ان ايه بتساوي اتش اف اف كده واضح انه بيتكلم على ماسلس بارتكل ولا لا؟ مش منسين واحد منكم بس. تمام يا دكتور كده على ماس سبوت. لا انا ما فهمتش قصد حضرتك يا دكتور، انا اسف. يعني ايه بتساوي اتش اف دي بتحصل امتى؟ للايت حاله الفوتون. فوتون البارتكل. لا في اللايت. طب يبقى هو هنا بيتكلم على فوتونز ولا بيتكلم على جسم؟ لا فوتونز. تمام فهمت حضرتك. مش وانت لا انا فهمت حضرتك، انا اسف. لا انا اصل كده بتقول انا ما قلتش حاجه يا ابني لسه اصلا. المهم خليك معايا. طيب المهم يعني ايه بيساوي اتش اف اف؟ المفروض انتوا جايين من ماتش ومبسوطين والنتيجه حلوه وكل حاجه، عاوزين وجع الدماغ بتاعكم ده ما تفهموا بقى. اف خليك معايا. دلوقتي انت عندك ايه بيساوي اتش اف اف، وادي ايه برضه بتساوي بي في سي. فمن هنا تقدر تقول ان المومنتم من هنا اتش اف على سي، وممكن نشيل دي ونكتبها اتش على لندن. ده الكلام اللي قاله دبلوري. طيب بص خلي بالك، الكلام اللي قاله دبلوري ده جاي من ماسلس بارتكل ولا من بارتكل عاديه؟ لو سمحت بص كده، انت بادي البدايه دي فوتون صح ولا لا؟ الفوتون دي واضح انك انت بتتكلم هنا على ماسلس بارتكل زي الالكتروماجنتيك. شوفوا بقى الكلام اللي قاله دبلوري كان غريب جدا. قال لك ان العلاقه دي فاليد لاي حاله مهما ان كانت مسلس وغير مسلس، وان لو انت ماشي
وانت بارتكل هيبي لك ويف لينس عباره عن اتش على المومنتم بتاعك، وراح كمان قايل ان المومنتم يستخدمه بالنون ريلاتيفستك، يعني انها كمان فاليد لللو سبيد والهاي سبيد. خلي بالكم بقى من الكلام، يعني معنى كده ان اي بارتكل في الدنيا ويف، حضرتك ويف، العربيه ويف، اي حاجه وعاوز تحسب اللندا بتاعتها بتساوي اتش على بي. طبعا السؤال اللي اتسال لدبلوري، انت عندك اي كلام يثبت الكلام ده؟ لا. في اي تجربه تثبت الكلام ده؟ لا. يبقى خلي بالك هو ايه، انا كاتبها لك صراحه، اولزو درايف فروم فوتون، معدن العلاقه دي درايف من فوتون، يعني من ماسلس بارتكل. ان دبلوري سجستد في 1923 ذات ان الريليشن دي از كومبليتلي جنرال and holds for all different of matter. اي جسم كمان بيتحرك يتحرك طبقا للمعادله اللي موجوده. طبعا كان السؤال، طبعا يعني معنى كده انا وحضرتك وكل الناس اللي قاعده في مناقشته دي ممكن يبقى لنا ويف. فين الويف دي؟ ما حدش فينا حاسس بالويف بتاعه الجسم، يعني ما فين الويف اللي انت بتتكلم عنها يا دبلوري؟ السؤال طيب، هل انت في اي اكسبيرمنت تؤكد كلامك؟ لا. فعلا نتيجة كده انهم رفضوه، فعلا رفضوه مش مهزر، يعني سنة 23 دي اخيره هو اترفض من الريسيرش بتاعته. وبعديها باربع سنين حضر مؤتمر في انجلترا، والمؤتمر ده حضروا اتنين امريكان، واحد اسمه ديفيد اند جيرمان. وديفيد وجيرمان دول عملوا تجربة، هم لا يعرفوا دبلوري ولا عمرهم سمعوا على كلمة ويف بارتكل بروبرتي ولا لندا ولا ويف لينس ولا حاجة. دول ناس اساسا مهندسين ميكانيكا كانوا بيدرسوا السيرفس رافنس اللي هي الاسطح الناعمه، عشان لما يجوا يعملوا بساتن العربيات يقدروا يعملوها تعيش فترات اطول، يعني ناس في الريسيرش بعاد جدا، ناس ميكانيكا انجينيرز. ولكن قالوا ظاهره حصلت لهم، دبلوري كان حاضر الاجتماع لك الظاهره دي تؤكد كلامي. رجع طبعا بعد ما اثبت الكلام بتاعه ده، رجع بعديها بسنتين على طول اخذ جائزه نوبل، وانطلق بقى اهم حاجه في الدنيا فعلا اللي هي فكره البارتكل بروبرتي اوف ويف، اللي هي بيزد عليها ويف بروبرتي اوف بارتكل، اسف، اللي هي بيزد عليها الالكترون مايكروسكوب. والكلام ده هفهمه لك بس في وقته، لكن افهم هي كانت الغرابه منين. انك انت ازاي تقول لي اتش بتساوي لندا على بي؟ معنى كده كلنا عندنا ويفز. كلنا عندنا ويفز، بس تعالوا بقى اوريكم الخطوره دي، مش عاوزكم تتخضوا منها جامد. اصل انت تيجي تقول لي ايه، انا لو ويف معناها اعدي من الفتحه يحصل لي ديفراكشن، اطلع من الباب احود ما امشيش في خط مستقيم. لكن انت ما بتشوفش كده، انت بتشوف نفسك انك بتطلع وبتمشي في خط مستقيم. لو شطت كوره زي كور البلياردو ولا الجولف ولا الحاجات دي بتخبطها بتبقى ماشيه في خط مستقيم لغايه ما بتنزل في الحفره بتاعتها او بتعدي من المكان بتاعها. فاذا انت كور الكروكيه الحاجات دي كلها ما بنحسش فيها بالويف بروبرتي خالص. طيب تعال بقى نعمق شويه مفهومنا للكلام دبلوري اكتر شويه. تعال ونفترض لمده خمس دقايق بس قبل ما اقنعك هو ليه قال كده او التجربه اللي اثبتت كلامه، تعال نفترض خمس فايف مينت بس ان العلاقه دي سليمه. تعال اوريك بقى ملاحظه عليها مهمه قوي. بصوا كده اللي انا رسمه لك ده يا باشمهندس قدامك، اللي تحت ده الفريكوانسي واللي فوق ده الويف لينس، يعني فوق لندا تحت اف، ده لجميع انواع الموجات اللي انت تعرفها. حتى هتلاقي اف ام والاي ام، مايكرويف، انفراريد، الترا فايلوت، اكس راي مكانها. يعني الاكس راي مثلا واضح، اهو لو جيت من الاكس راي عاوز تعرف الويف لينس بتاعها من 10 اس ناقص 10 ل 10 اس ناقص 12 او من اول هنا لهنا، ده الاكس راي. الفريكوينسي المناظر بتاعتها تحت، المنطقه الصغيره قوي دي هي الفيزيبل لايت، الحته اللي انا هوريها لك دي فقط كده اللي انا هشرح لك دي، دي منطقه الاطياف اللي احنا بنشوفها لو من اول الفايلوت لغايه الريد. طيب ليه انا حاطط لك دي هنا؟ انا حاطط لك دي هنا عشان هسالك، عاوزك تعمل حسابات بسيطه جدا. تعال نفترض ان كلام دبلوري لندا بتساوي اتش على بي ده صح، بس عاوزين نطبقه على حاجتين. تعالوا نشوف الويف لينس بتاعت الكترون وبتاعت بوليت رصاصه، واللي طبعا الرصاصه يعني وزنها دايما
الرصاصه صغيره طبعا مش دانت مدفع ولا بتاع، في حدود 10 جرام 20 جرام ده الاوردر بتاع الرصاصه. وهنفترض ان هما ودي مسائل حقيقيه يعني سرعات حقيقيه، ان الرصاصه اللي بتخرج من الهانتنج ريفايل او الشوتينج جان والحاجات دي بتبقى السرعات بتاعتها دايما من 500 ل 900 متر بالسكند. طبعا واضح جدا ان السرعه دي اقل بكتير جدا 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 من سرعه الضوء. معنى كده ان كل الحسابات بتاعتنا واحنا هنحسب المومنتم هنحسبه بان هو بيساوي ام في، ان السرعات اللي عندي دي سرعات قليله قوي. طيب ركزوا بقى معايا كده في الحسابات عشان نفهم شويه معلومات مهمه جدا. واضح طبعا انك انت في على سي اصغر بكتير او من بوينت 1، يبقى انت هتستخدم لندا بتساوي اتش على بي وفي نفس الوقت اتش على ام نود في. اوكي تعالى نحسب الكلام ده للالكترون. بصوا كده ملاحظه مهمه قوي بقى، ادي ثابت بلانك عندك 6.3 في 10 اس 34 ده اللي فوق، دي الماس بتاعت الالكترون وادي السرعه. بصوا كده حاجه غريبه قوي، لقوا الويف لينث بتاعت الالكترون 10 اس ناقص 7. انتوا عارفين 10 اس ناقص 7 الفيزبل لايت ما بين 10 اس ناقص 6 و10 اس ناقص 8. معنى كده ان الويف لينث بتاعت الالكترون قريبة جدا من الفيزابل ريجون، عشان كده انت هتقدر تحسها. يعني لو في الكترون بيتحرك والالكترون ده ليه ويف لينس زي كلام دبلوري، الويف لينس ده انت هتقدر تشعر بيه. ليه؟ ان الطول بتاعه 10 اس ناقص 7، 10 اس ناقص 7 واضح انه رينج قريب جدا من الفيزابل لايت، وانت عينك حتى بتشعر بالفيزابل لايت، اجهزه بتشعر بالفيزابل لايت. طيب بصوا بقى، تعالوا اوريكم حاجه خطيره قوي كده. الاكس راي عارفين انها 10 اس ناقص 10، حد منكم بيحس بالاكس راي؟ لا يمكن. ده انت حتى ما بتعمل الاسنان ولا بتعمل اشعه لازم يحطوا لك لوح حساس هو اللي يلقطها، لكن عينك ولا اي حاجه تقدر انها تحسها. معنى كده ان 10 اس ناقص 10 دي انا ما اقدرش اقيسها الا بالاجهزه الدقيقه. طيب تعالوا بقى اديكم مفاجاه كده، احسبوا لي الويف لينث بتاع الرصاصه. بصوا لو حسبت حضرتك الويف لينث بتاع الرصاصه، تخيل هتقسم H على برضو M في V. بص الويف لينس طلع كام؟ 10 أس ناقص 35. يعني أنت ما بتحسش ب 10 أس ناقص 10، هتحس إزاي ب 10 أس ناقص 35؟ معنى كده إن الويف لينس بتاعت الرصاصة لا يمكن تشعرها، لا يمكن. لو حضرتك بقى حطيت الماس بتاعتك بدل الرصاصه، بدل ما دي هتبقى 10 اس ناقص 35 دي هتبقى مثلا قربنا من 10 اس ناقص 40. طب اذا كنت انا ما بشعرش ب 10 اس ناقص 10، هشعر ب 10 اس ناقص 40؟ معنى كده ايه؟ انت ليك ويفلنس، ليك ويفلنس بس غير محسوسه. وريني الجهاز اللي يقدر يقيس 10 اس ناقص 40. بلاش كمان انت عارف الحاجه اللي ليها ويفلنس صغير جدا اما تيجي تعدي من اي حاجه ما يحصلهاش ديفراكشن، ان احنا عارفين شرط حدوث الديفراكشن ان انا ابقى قريب من العرض بتاع الحاجه اللي بعدي منها. انت ما بتيجي تعدي من باب ولا من طرقه ولا بتركب عربيه، انت بتعدي من عرض بالمتر، انت 10 اس ناقص 40 يبقى عمره ما هيعمل لك ديفراكشن. يبقى دلوقتي دي برضه حاجه تخليك ساتسفايد. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاجسام الكبيره اللي زينا ليها ويف لينس صغيره جدا غير محسوسه، عشان كده احنا مش هنشعر ابدا بالويف بروبرتي بتاعتنا. لكن الحاجات الصغيره بقى زي الالكترونز، زي النيوترونز، زي البروتون، زي الحاجات اللي ليها ماس صغيره قوي دي وليها سرعات عاليه، هي دي اللي هتشعر ليها بالويف لينس، ان الويف لينس بتاعها هيكون ديتكتابل وتقدر تحسه. يبقى دي بس معلومه عشان تهدي الناس شويه، ان ده هما اللي كان سبب رفض دبلوري لما جاء قال لهم انتوا ويف. فطبعا كل واحد قال له يعني ايه انا ويف؟ انا ويف يعني فين الويف لينس بتاعتي؟ طبعا هم لو كانوا يعني صبروا شويه او اتقنوا يعني قروا الكلام ده بتمعن شويه في الوقت ده، كانوا فهموا ان الويف لينس اللي هو بيتكلم عليها دي هتبقى غير محسوسه للاجسام الصغيره. يبقى دلوقتي خلي بالكم بس من ملاحظتين مهمين جدا، ان كلام دبلوري كلام في الاول جنرال بيعمم حاجه، بيعمم ريليشنز، بس ما كانش عنده اثبات ليها حقيقي. العلاقه دي دلوقتي فاليد ومتاكدين منها، وبسببها صنعنا الميكروسكوب الالكتروني وحاجات انجينيرنج كتير جدا فيها، فخلاص يعني. لكن انا بفهمك من بدايتها، بس بدايتها طبعا الناس استغربتها وانت فهمتها ليه، لكن دي ما تحطلكش الشك ازاي انا ابقى ويف انك فهمت ان الويف بتاعتك نوت ديتكتبل. طيب تاريخيا
ما احنا شفنا تجارب للالكترون والريتالك المره اللي فاتت انه بيعمل انترفيرنس وبيعمل ديفراكشن، ما خلاص ما انا برضه اقدر اقيس له الويف لينس من الانترفيرنس والديفراكشن. لكن انا هوري لك اول تجربه في التاريخ بقى اكدت ان الكلام ده بلوري ده مظبوط. التجربه دي هي مشهوره جدا ان عملوها واحد اسمه ديفيزن وجيرمر. ديفيزن اللي هو موجود عندك على الشمال ده، ده هو الاستاذ والتاني الطالب بتاعه، وهم هيستخدموا في الاكسبيرمنت تيوب. التيوب دي هي اللي ماسكنها، عشان بس تبقى يعني بص كده في ايد ديفيزن هو معاه تيوب، التيوب دي هي فعلا اللي عملوه اللي استخدموها في التجربه. طيب قبل ما اكمل الكلام ده، ديفيز وجيرمان كانوا بيعملوا ايه اساسا؟ ديفيز وجيرمان كانوا بيعملوا، انا هقول التجربه بس بتاعتهم والديتيلز هاخدها بعد البريك، بس انا يعني هسالك يعني هقف بس على هم اثبتوا يا سيا هي عمليه في منتهى الغرابه. الجماعه دول كانوا باختصار شديد حوالي لك ادي التيوب اللي عندهم، التيوب دي بتفرغ من الهواء. طيب هم كانوا بيستخدموا التيوب دي ليه؟ هم عاوزين يدرسوا سطح النيكل، خلي بالك يعني هم ناس بتوع سيرفس رافنس بيشوفوا الاسطح دي ازاي يعالجوها غايه ما يوصلوا انها ما تتاثرش باي نوع من السكراتش او الخبط. طب كانوا بيجرحوا النيكل بايه؟ بالطريقه اللي انا هقول لك عليها. كانوا بينزلوا الكترون بيم اهو سريع يخبط في النيكل اللي موجود عندك وبعدين يرتد. طبعا نتيجة تصادم الالكترون مع النيكل مفروض ان هو يعمل فيه خدوش او جروفز او حاجة زي كده، وبعدين يبتدوا هم يشوفوا التجارب دي هي يدرسوا السيرفس رافنس التجاعيد بتاعت السطح ويبتدوا يعملوا تريتمنت بطريقة مختلفة للنيكل وهكذا. ده كان شغلهم، فطبعا واضح هم لا يعرفوا دبلوري ولا حاجة. الغريبة كمان دول في الستيت في امريكا، وطبعا انت عارف دبلوري ده فرنساوي في فرنسا. المهم ان هو اللي حصل ايه؟ حصل حاجة غريبة جدا. هما اما كانوا بيعملوا التجربة دي، انا هشرحها دي بقى وبعدين هربط لك كل ده بعد الميتنج، وهما بيعملوا التجربة دي كانوا بيجيبوا الالكترون يخبطوها. بصوا انا عاوز اقول لك حاجة، تخيلك قدامك مكتب كده مسكت كرة 100 كرة بينج بونج ورحت راميهم على المكتب، يعني مسكتهم في كده وسبتهم راحوا واقعين. هل لما يقعوا في المكتب ويصطدموا المكتب هل هيرتدوا في اتجاه واحد ولا في جميع الاتجاهات؟ اسمع رايكم بس ده. ها يعني جميع الاتجاهات 2 متر كده ولا متر من الارض مثلا او من المكتب 100 كره بينج بونج راح راميهم مره واحده ساب ايده ينزلوا مره واحده، هل هيطلعوا في اتجاه واحد ولا هيطلعوا راندوم في جميع الاتجاهات؟ لا جميع الاتجاهات راندوم من جميع. وده اللي هم وجدوه فعلا، هم كانوا ما بيحطوا ديتكتور اهو هنا اهو ديتكتور، الديتكتور ده بيلف يقيس هنا الالكترونز اللي سكاترد. طبعا من الالكترون سكاتر ده بيقدروا يعرفوا برضو السطح ده اتجعد ازاي وتجاعيده كتيره ولا لا. لو كانوا راندم قوي معنى كده ان السطح ده حصل فيه تجاعيد قويه جدا، لو السطح ده املس جدا انه بتبقى زي زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس بالنسبه لهم، الالكترون خبطت وارتدت، يعني دي الطريقه اللي كانوا بيقيسوا بيها السيرفس. المهم بقى شوفوا المفاجاه وهم بيشتغلوا، راح اعتقد ان جيرمر ده خبط الازازه اللي دي فاتكسرت. اما اتكسرت ما كانش عندهم قطعه نيكل تانية، فعملوا حاجه بسيطه. طبعا هو اول ما اتكسر البلجار دخل الهواء، طبعا العينه بتبقى سخنه جامد جدا من خبط الالكترونز فيها فاتاكسدت، فهم راحوا حاطين العينه دي في فرن في فرنس زودوا درجه الحراره. انت عارف اي معدن اما بيتحط وتزود درجه الحراره بيتمدد عشان يقدروا يشيلوا طبقة الصدى اللي اتكونت. المهم راحوا حاطينه سخنوا شوية، بعدين راحوا مسنفرين السطح بتاعه شالوا الاكسدة اللي حصلت وجابوا بلجار جديد او انبوبة تانية جديدة وحطوا النيكل وابتدوا يكملوا الشغل بتاعهم. حصلت مفاجأة ما كانوش فاهمينها، ان بعد ما عملوا كده كل الالكترون طلعت في اتجاه واحد. يعني الاول كانت الالكترون تتخبط في التارجت وتطلع في جميع الاتجاهات وده كان الاكسبتد. بعد الحادثة دي أما حصلت الإلكترونز كلها خبطت وراح طلع كلها في اتجاه واحد. طبعا هم ما فهموش إيه اللي حصل، ولكن هم كتبوا في المقالة بتاعتهم اللي نشروها في المؤتمر اللي في إنجلترا إن إحنا بنقيس كذا، بس حصلت حاجة غريبة إن مرة اتكسر البلجار
والكسر البلجر ده اما رجعنا العينه تاني كل الالكترونز طلعت في اتجاه واحد وكتبوا الاتجاه اللي خرجت فيه. حاضر المؤتمر ده دبلوري اول ما سمع الكلام ده، طبعا هما بيكتبوها وكتبوا كده ان نو ساتسفاكتور اكسبلينيشن، احنا مش فاهمين ليه حصل كده. اول بقى ما دبلوري قاعد سمع الكلام ده قالك بس ده اثبات النظريه بتاعتي. طبعا اما انت تيجي تبص تجربه ملهاش اي علاقه بيه. الحاجه الثانيه ان بيلجر اتكسر والالكترون طلعت في اتجاه واحد، طب ده يثبت كلام دبلوري ازاي؟ هي دي بقى علامه الاستفهام، ودي اللي انا هقولها لك بقى بالتفصيل في بقيه القعده بتاعتنا مع تكملة شوية حاجات على الكلام بتاع دلوقتي. المهم هرجع دلوقتي الكلام ده زي ما تشوفوا انا هكمله معاك، لكن انا برجع دلوقتي سؤال. انا كل اللي اخدته معاك ان قلت لك دبلوري قال ايه وهو وصل للكونكلوجن ده بفكرة ماسلس بارتكل، لكن هو قال في الاخر دي عامة، وبعد كده هقول لك ان الكلام بتاعه ده هيثبت فعليا باول تجربة عن طريق ديفيد جيرمر. حد منكم عنده سؤال في الجزء ده من فضلكم؟ ما تسألنيش عن التجربة هي ايه اللي هيحصل فيها. التجربة دلوقتي انا هشرح لك كل الكلام اللي فيها، لكن انا بتكلم هل في حد فيكم عاوز تعليق على كلام بتاع دبلوري او حاجة مؤقتا لغاية ما نشوف التجربة اللي اثبتت كلامه؟ ايوه هو حضرتك قلت ان دبلوري وهو بيعمل اللي هو بيتناقش في الكلام بتاعه ده في الاول خالص كانش عنده اكسبيرمنت. هو الكلام ده منين؟ هو لازم يكون في حد قال لاحظها. هو الاوبزرفيشن مهندس ولا حد شافها، هو شافها بالانالوجي، كتبها بالانالوجي. دي زي انت الشابتر اللي فات ايه كومتون واللي قبله كلهم كانوا بيلاقوا ان البارتكل ان الويف بتتصرف كبارتكل زي ما انت بالظبط جيت لقيت الاكس راي اما بتنزل بتتصرف كبارتكل، مش دي شفتها؟ طيب هو بقى قال العكس ان البارتكل يتصرف كانه ويف وراح قايل ان الويف لينث بتاعته بالعلاقه اللي موجوده قدامك بدون اي اثبات للكلام ده. تمام هو ده اللي قال، فهمت؟ تمام فهمت. يبقى هو جابها ان زي ما البارتكل زي ما الويف بتتصرف انها بارتكل، البارتكل هيتصرف كانه ايه؟ ويف. هو مفيش اي اثبات يثبت، ما هو يعني كان رفضوه ليه؟ ولو كان ثبت الكلام بتاعه ده او في اي حاجه تفصل سماري. الكلام بتاعه كان هو هيدافع عن نفسه. فهمت؟ ايه دي الغريبة جدا. المهم حد عنده اي حاجة تانية؟ طيب يا دكتور هو ازاي قال مثلا ان البالت ليها لامدا مع ان اصلا دي بعيد قوي عن الفيزيبل لايت اصلا، يعني بعيد حتى عن الاكس رايز وكده؟ طب هو ده عشان كده بقولك هو قالها كده، انا بقول لك صراحة هو سجستد ذات، هو افترض ده وما اثبتش الكلام ده. هو ما هو لسه هتجيلك بقى التجارب اللي هتثبته. تمام. ايوه ما هو هي النقطه كانت كده، يعني ما هو كان اغرب حاجه ان واحد يعني سنه 23 ديتكت ده اول تجربه حتى هو مش هو اللي عاملها والناس كانوا مش فاهمينها جت بالصدفه بعديه باربع سنين. يعني هو قالها بدون اي لا بروف ثيوريتيكال ولا اكسبيرمنت. اصلا انا قصدي يعني ان الالكترون ليه لامدا دي حاجه اكسبتبل يعني، بس ان هي حتى منين يا مهندس انت شفتي الالكترون ديفراكشن النهارده؟ لا شفتي الانترفيرا لكن هاتيلي تجربه اثبتت قبل كده، ما كانش في تجربه تثبت. انت بتقولك الديفراكشن والانترفيرا، الديفراكشن والانترفيرا دي انت شفتيها بعد كلامه. ايوه صح، انا قصدي ان هي فرنج الفيزيبل لكن التانية دي بعيدة قوي، فانا قصدي يعني هو ازاي يعني هو قال ان دي جنرال، هو قال ان دي جنرال. انا ما خدتلك الاكزامبل ده اللي هو بعد كده، انا حطيتلك الاكزامبل ده ليه؟ بس عشان افهمك ان الويف دي بتاعتك هتبقى ويف قصيرة جدا مش هنحسها. ما هو الناس كلها اعتراض على الكلام دبلوري، يا دبلوري ده لو انا ويف معنى كده ان انا يحصل لي ديفراكشن. طب لو ويف لينس صغيره قوي قوي زي دي يحصل لها ديفراكشن ازاي؟ هل في باب عرضه 10 صناعه 35 من متر؟ لا. طيب يبقى الويف بتاعتك عمرها ما هتتحس. طب هو في حاجه بقى هتقيس اللامدا زي البالت دي بتاعت البولت دي؟ ولا حاجه هتقيس، وعشان هي نوت ديتكتبل يعني لا يمكن قياس بالفاليو دي، لا يمكن قياس، عشان كده ما حدش عمره هيشوف الويف بروبرتي البولت. ايوه صح تمام ميرسي يا دكتور. عفوا دكتور
هي اللمدة عامة في اللايت أنا بحسها باللون، لكن اللمدة في البارتكلز أحسها إزاي؟ طب أنا أسألك سؤال، اللمدة في الإنفراريد بتحسها إزاي؟ هي فعليا ده ما بيتشافش أصلا، ده انفيزز يعني. طب كويس، بتتحط في الويف لينس بتاعته ولا لأ؟ وبتتقاس ولا لأ؟ بلاش حضرتك الإكس راي لما بتروح عند دكتور الأسنان، أنت بتحس بالإكس راي؟ رد عليا. طب الجهاز بتاع الإكس راي بيقيسها ولا ما بيقيسهاش؟ بيقيس وبيصور بقي وكل حاجة. يبقى إذا يا دي افهم الحاجات بتاعت الإكس راي لغاية 10 ناقص 12 أو الويف والمايكروويف والحاجات الأكبر من الفيزيبل، الاتنين بنقدر نقيسهم. بالديتكتور بنقدر نقيسهم بكذا طريقة. لكن الفكرة إن دول بنقدر نقيسهم، لكن 10 ناقص 35 و4 دي لا يمكن تتقاس، فاهمني؟ وانا بقدر اقيس لحد فين تاني معلش؟ نعم بنقدر نقيس لحد فين تاني معلش؟ بتقدر تقيس اللي هو الرينج اللي انا كاتبه لك ده، بتقدر تقيس من اول الويف لينس اللي هي 10 اس ناقص 12 تقريبا لغايه ال 10 اس 6، دي بتقدر تقيسهم بسهوله. لكن خارج الرينج ده نود تكتب. تمام يا دكتور، شكرا. فهمت؟ ما عشان كده انا حضرت لك السبيكترم ده بالكامل وبوري لك التاني بقى بره خالص. التاني يعني ده اللي تحت ده، ده far from هنا خالص، تحت خالص، بعيده جدا. يعني دي 10 ناقص 12، دي كان دي 10 ناقص كام؟ 35. طبعا اقل منها بكتير قوي. يعني هنا انت عندك اقل حاجه اهي اللي هي الجاما راي 10 ناقص 12، حتى دي مش ممكن تتقاس بالجاما راي. الحاجات اللي بتقيس الجاما راي انها 10 ناقص 35. تمام اوكي دكتور. ايوه هو حضرتك انا ليه افترضت ان سرعه الالكترون 820 متر؟ مش دي قليله جدا على الالكترون؟ يعني 20 متر 820 متر. احنا قلنا هنا في المثال ده ان سرعه الالكترون زي سرعه البوليت 820 متر في الثانيه. انا بقول لك لو عندك بوليت وعندك رصاصه الاثنين سرعتهم كده، احسب الويف لينث. يعني سرعه الالكترون زي سرعه الرصاصه؟ يا سيدي انا بقول لك اسيوم، انا عندي دلوقتي تخيل عندك رصاصه وعندك الكترون الاثنين ماشيين بنفس السرعه، شوف الفرق في الويف لينث قد ايه. اه طبعا انا ما اقدر امشي الكترون ب 820 متر. حط 820 دي السرعه واحسب الكاينتيك انرجي واحسب الفرق الجهد اللي انت تقدر تحطه عشان تعجل الالكترون يجيب السرعه دي. السرعه دي تقدر تجيبها طبعا للالكترون. يعني هو ان هو انا قصدي حضرتك يعني ان هو كل الكلام دي بيقول لي ان هو كله افتراضات، مفيش حاجه يعني حقيقيه. وفي يعني مفيش مين قال لك مفيش افتراضات؟ ما يعني احنا عندنا الميكروسكوب الالكتروني ده واقع دلوقتي ولا مش موجود؟ لا انا قصدي حضرتك ان النظريه نفسها جت ان هو افترض حاجات كتير قصدي عليه، وطلعت صح يعني. او طلعت صح وطلعت صح. هو طبعا خلي بالك يعني انه من الناس يعني برضو كان عنده يعني فيجن مختلف عننا خالص كان في الوقت ده او عن الناس كلها في الوقت ده. طبعا هو كل الناس دي في الاول اما قالت حاجات كانت مختلفه عن الواقع اللي كان موجود. يعني هو اسحاق نيوتن مثلا لما حط قوانين الجاذبيه كان حد عارف ليه الجاذبيه دي موجوده ولا اي حاجه عنها في الوقت ده؟ وما اينشتاين قال حاجات اللي هي خاصه بالتايم بارادوكس والكلام ده، هل حد كان عارف الكلام ده في وقته؟ لا طبعا. ولا هايزنبرج اللي انت هتشوفه دلوقتي هتشوف اعتراض اينشتاين عليه قد ايه، ومع ذلك طلع كلامه مظبوط في الاخر. تمام حاجات كده. وعشان كده اللي بيتعلم صح ما بيبقاش عنده احاديه الراي دي ابدا يعني. اوكي طيب انا هديك 5 مينيت بريك بالظبط، 5 مينيت مش اكتر من كده، وبعدين هكمل بقى الموضوع بتاع ديفيد جيرمر. انا هخلص ديفيد جيرمر دي بالكامل، تجربه صار ظريفه جدا وهتعلمك حاجات جامده جدا. دي بعد كده انا وريتها لك، وبعدين هكلمك بقى على حاجه خاصه بسرعه الويف، ويبقى كده فاضل لنا حاجه واحده بس اللي هي الانسرتينيتي، وخلص الشابتر ده بالكامل. اوكي خد بقى بريك بس 5 مينتس كده ونرجع بقى مره تانية نكمل هو ازاي ديبلوري اثبت بالكلام بتاعهم ده ان شغله صح. هوري لك كل حاجه يعني عمليه بسيطه قوي على فكره، ابسط يعني ما انا كنت متخيل، بس هربط لك بقى الحادثه بتاعت البيل جارب اللي بيحصل بكل الكلام ده. خدوا بس بريك كده 5 مينتس وبعدين نرجع تاني.
ايه اللي حصل بالظبط. اول حاجه هو ليه ديفيد وجيرمر في الاول وجدوا الالكترون عشوائيه وبعدين وجدوها كلها بتتجه في اتجاه واحد؟ بس عشان تبقوا فاهمينها، اولا هم كانوا واخدين نيكل خام، النيكل الخام الاتومز راندوم عشوائيه، فطبيعي اما كانت الالكترون بتنزل بتتشتت في جميع الاتجاهات ان مفيش براك بلينز. اما سخنوا النيكل ادوا كاينيتك انرجي للاتومز، فالاتومز اتوضبت في حاله بلينز ورجعت الماده تبقى كريستالاين. دايما الماده اما تاخدوها من الطبيعه بتبقى عشوائيه ويبقى فيها كميه شوائب كتيره جدا، لكن لو نقطوها او ان كنتوا رفعتوا درجه الحراره الماده جامد جدا وبعدين بردتوها احيانا الماده دي اوتوماتيك بتتحول الى كريستالين. يبقى اذا هم في الاول برضو عشان تبقوا فاهمين، ديفيد جيرمر دول اول ما اشتغلوا في الاول كانت الماده اللي عندهم امورفوس. الماده امورفوس زي ما احنا شرحنا كده هي عشوائيه التركيب. يعني ايه عشوائيه التركيب؟ كانت الاتومز كلها راندمايز مش متوزعة في حتة واحدة، أما سخنوها حولوها إلى كريستالين ماتيريال. طبعا لما تبقى كريستالين ماتيريال وينزل عليها أي لايت وينعكس تبتدي تشعر بالديفراكشن، وإن إذا كان بيحصل قوة في حتة أو لأ، يقوى بعض يعملوا ديستركتيف أو كونستركتيف انترفيرنس. دي بس عشان تبقوا فاهمين. أما بلجار انكسر وهم راحوا حطوها في فيرنس، الفيرنس دي حولت المادة من بولي كريستالين او ماده عشوائيه الى كريستالين ماتيريال، ماده ليها تركيب وشكل معين. طيب بصوا بقى، خلي بالك دلوقتي شيء طبيعي لو انت عندك ماده معروف الانتر اتوميك ديستانس بتاعتها زي النيكل والاتوم بتاعتها متوضبه في مكانها. طيب هو بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هم نزلوا الكترون خرجت كلها في اتجاه واحد. كل اللي عملوا ديفيد وجيرمر كان حاجتين. اولا قالوا الانجل اللي ما بين البيم اللي نازل والبيم اللي خارج. خلي بالكم بقى معايا، هل هم قالوا الانجل اللي ما بين البلينز؟ لا. يعني هم قالوا ايه؟ خليكم معايا بس عشان اشرح لكم بره الاول. هم قالوا الاتي، قالوا ادي الماده الكريستالين اهي، او يعني ادي ماده النيكل، هم بينزلوا الكترونز وبيخرجوا الكترونز، لقوا ان البيمز دي بينهم انجل 50، يعني ما بين الشعاع الساقط والشعاع الخارج. فكان بالنسبه للدبلوري سهل قوي ان يقول لك لو ده النورمال بتاعي تبقى الانجل دي 25، تبقى الانجل اللي مع المستوى دي تبقى في الحاله دي 65. معنى كده ان دبلوري من كلام ديفيد وجيرمر كان عارف الانجل بتاعه السقوط كويس. هو عارف انه الناس دي كانت بتشتغل على نيكل، فهو يعرف الدي بتاعت النيكل يعرفها. هم قالوا ايه؟ ان طلعت البيك الالكترونز كلها في اتجاه واحد، يعني ما قالوش ان في اكتر من تداخل تم. هو بيقول لك تداخل واحد بس يبقى معناها ان بوان. يبقى خلي بالكم بالنسبه لكلام دبلوري هو استخدم 2 دي ساين ثيتا حلو بتساوي ان لاند. هو يعلم الدي ان هم استخدموا نيكل، من الكلام بتاعهم هو عرف السيتا، من كلامهم برضو قالك انه تداخل واحد يبقى عرف ان ان بوان. يبقى بالطريقة دي هو حسب لندا دي. هل لما حسب لندا دي دلوقتي كده حسبها هو اكسبرمنتال ولا ثيوريتيكال؟ ركزوا معايا، دي حسبها كده ايه؟ مش مهندسين اكسبرمنتال طبعا، ما ده دخل الراجل دخل كأنه دخل المعمل، اس السيتا اس الدي اس كل المعلومات دي معروفة عنه اصلا حسب اللندا اللي موجودة عنده. يبقى أول حاجة عملها لوري، ركزوا بقى حسب إيه؟ لان هو جه عارف الكريستالز، فكان عارف إن السيتا وعرف إن الان بوان حسب اللندا اكسبرمنتلي. بصوا طلعت بكام؟ ب1.65 نانومتر. يبقى ده الحساب الاكسبرمنتري. قال لك بقى انا عاوز اتاكد من العلاقه بتاعتي. العلاقه بتاعته كان بيقول ان لندا اتش على بي. طيب هم الناس دول عملوا حاجه ظريفه جدا، كتبوا في البحث بتاعهم انه بيعجلوا الالكترون ب 54 فولت. يعني هم قايلين الالكترون اللي بينزل ده
بينزل بانرجي قدرها نتيجة التعجيل ب 54 فولت. طب كويس جدا، يقدر يحسب هو الكينيتيك انرجي على طول انها اي في في، عارف الكينيتيك انرجي. الكينيتيك انرجي دي هلاقيها قليلة او بالنسبة للريست ماس انرجي، يعني بالطريقة دي على طول هو يستخدم نون ريلاتيفستك. طبعا ان فرق الجهد هنا 54 فولت ده فرق جهد بسيط قوي، فمعنى كده الالكترونات لا سرعتها عليت ولا حاجة، يعني سرعات بسيطة قوي. فمن هنا هو هيجيب الكينيتيك انرجي، ولو حسب الكينيتيك انرجي يقدر يجيب المومنتم. يبقى خلي بالكم بقى هيعمل ايه هو ديبلوري، هيحسب الاول الكينيتيك انرجي. الكينيتيك انرجي دي اقل قوي من الريست ماس انرجي، يبقى معنى كده انه يستخدم العلاقات التقليدية. طيب هو يعلم ان المومنتم مربوطة بالاتي، ان المومنتم هي ام في في، المومنتم سكوير يبقى ام سكوير في سكوير، دي عبارة عن 2 ام نوت في الكينيتيك انرجي. او يقدر لو هو عارف الكينيتيك انرجي، ركزوا بقى، يقدر يبقى عارف المومنتم. طيب راح دبلوري قاس المومنتم بتاعته، حسبها من العلاقة اللي هو كان فرضها ان لندا بتساوي اتش على بي. بصوا بقى المفاجأة، طلعت الويف لينث 0.67 نانومتر، يعني الاكسبيرمنت بتقول انها 0.65 نانومتر، الثيوريتيكال اللي هو حسب منها طلعت 0.67 نانومتر. وبالطريقة دي اصبح ان هو دبلوري اكد الكلام بتاعته، اللندا اللي قاسوها في المعمل بالضبط هي نفسها اللندا اللي اتحسبت من القانون بتاع اتش على ام بي، ان لندا بيساوي اتش على بي. طيب الكلام بتاع دبلوري ده طبعا يعني هنا كان اول مره، خلي بالكم التجربه بقى سنه كام؟ 27. بصوا بقى هو اخد جائزه نوبل سنه كام؟ 29. طبعا ده عمل طفره بقى رهيبه جدا جدا جدا. هتيجي تقول لي طيب ليه يعني كلام دبلوري ده عمل تطور في العالم جامد جدا؟ هقول لك على حاجه بقى خطيره يا باشمهندس عشان تفهم بقى خطوره كلام دبلوري وفهمك الالكترون الالكترون ميكروسكوب ده بيشتغل ازاي. بص بقى الفكره كلها في حاجه في اللايت والحاجات دي لازم تفهموها، انت ليه بتروح تعمل اكس راي؟ يعني انت اما هل اما مثلا لا قدر الله تقع ويجي شرخ او كسر في الايد، بتروح تعمل اشعه ضوئيه ولا اشعه اكس راي؟ بتعمل اكس راي. ليه بقى اكس راي؟ خليك معايا الحته دي خطيره. ادي البون بتاعت حضرتك نفترض، وادي الكسره اهي اللي هي الحته دي. الكسره دي او الشرخ في العظم دايما بيبقى في حدود مثلا ما يقرب من 30 انجستروم او حاجه زي كده السمك. طيب لو حضرتك عاوز حاجه تعدي من هنا من غير ما يحصل لها ديفراكشن، لازم الويف لينث بتاعك يكون في الاوردر بتاع ال 30 او اصغر من ال 30، يكون بواحد الى مثلا 2 انجستروم. يبقى اذا ليه انت عاوزه يعدي من غير اي انحراف؟ بتحط لوح حساس هنا اهو، بتحط لوح حساس، اللي يعدي في العظم هنا يمتص، اللي يعدي في مكان الشرخ يعدي لك. يبقى الحته دي على اللوح الحساس يا اما تشوفها سودة او بيضة، والعظم الباقي بتشوفه بلون مختلف، فيعرف ان الحته دي حصل فيها كسر. يبقى سؤال، هل لما احب اشوف كسر او حاجه صغيره هل ينفع استخدم ويف لينث اكبر ولا على الاقل يبقى في الاوردر او اصغر؟ في الاوردر او اصغر. طيب دلوقتي الخلايا السرطانية، الخلايا السرطانية والحاجات دي الاوردر بتاعتها بالنانومتر، 2 نانومتر. طيب يبقى أنا عشان أشوف التفاصيل بتاعتها وأقدر أخش جواها وأعرف هي شكلها إيه أو غيره، لازم أستخدم ويف لينث اللندا بتاعته تبقى أقل من 2 نانومتر. طيب الويف لينث بتاع اللايت بتاعنا بيبتدي من 400 نانومتر وينتهي الى خلي بالكم 700 نانومتر. يبقى هل انا اقدر استخدم الفيزبل لايت ده عشان اشوف حاجه 2 نانومتر؟ لا، ده انا عاوز حاجه صغيره جدا، عاوز ويف لينث اصغر بكتير جدا. يعني لو الخليه السرطانيه دي 2 نانومتر يبقى انا عاوز ويف لينث اصغر من 2 نانومتر. ده اللي عملها لك بقى الالكترون ميكروسكوب. ايه اللي عمله الالكترون ميكروسكوب؟ هو قال لك اللندا، تعالى بقى اوريك كلام دبلوري قد ايه بقى هنا مفيد جدا.
بص كلام دبلوري بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان اللاندا بيساوي اتش على بي. طيب اتش على ام بي، والله تعالى للالكترون زود له السرعه بتاعته قوي غايه ما تقلل الويف لينث بتاعه، تخلي الويف لينث بتاعه مثلا 0.1 نانومتر. طيب لو الويف لينث 0.1 نانومتر لو اتعرض لخليه زي كده يقدر يقول لك الخواص بتاعتها. فهمتوا بقى ميزه الالكترون ميكروسكوب؟ ميزه الالكترون ميكروسكوب ان الويف لينث بتاع الالكترون انت مش هتشوف خلاص الخليه بالضوء العادي، ان الضوء العادي اكبر من حجم الخليه، انت عاوز تجيب ويف لينث اصغر من حجم الخليه. اللي هتقدر تتحكم فيه بقى هي الالكترونز. الالكترونز ممكن تعدي السرعه بتاعتها بحيث ان الويف لينث يبقى اصغر من الحاجه اللي انت عاوز تشوفها، فتقدر انك تعرف التفاصيل بتاعتها. دي فكره الالكترون ميكروسكوب، انك تقدر تتحكم في الويف لينس زي ما انت عاوز. عاوز تشوف حاجه 1 نانومتر صغر الويف لينس اقل من 1 نانومتر. عاوز تشوف حاجه مثلا حدود 30 مايكرو ان ما الاكس راي الويف لينس ما يجيبهاش، تقدر تخلي الالكترون تبقى الويف لينس بتاعته في التود 30 مايكرو. ده عشان بس تبقى فاهم يعني هي ميزه الحقيقه. وعشان كده خلي بالكم من كلمه الكترون مايكروسكوب، يعني انت بتشوف الحاجه بالويف لينس بتاع الالكترون وليس بالويف لينس بتاع الفيزابل لايت زي ما انت بتشوف الميكروسكوب الضوئي. يعني الميكروسكوب الضوئي اللي هو بيبقى في عيادات او في التحاليل او حاجه هو بيحطه بيتفرج على شكل العينه، بس هنا لما يتفرج لازم على عينات حجمها كبير. لكن لو حاجات بقى زي الخلايا وكده ما ينفعش فيها الكلام ده، لازم طبعا تبقى ساعتها الكترون مايكروسكوب هي اللي بتعمل الايمج ده. طيب انا بالطريقه دي انا خلصت الجزء بتاع دبلوري. لو حد منكم بقى عنده اي سؤال في الاكسبيرمنتس دي اسالني لو فهمتها يعني. طيب انا قبل بس ما اخش كده يهمني اخد كده منكم فيدباك، اللي فهم منكم الجزء ده كومبليت يرفع له ايد. عاوز اعرف بس يعني الناس اللي لقطتها بقى تماما. اوكي طيب الناس بقى اللي مش فاهمها مش فاهمه الاكسبيرمنت، انت عندك عدد كبير اللي منكم رفع ايده يعني. لكن طيب نرجع بقى للاكسبيرمنت، اللي عنده اي سؤال في الجزء ده اساله. ايوه انا يا دكتور. واحده واحده. ايوه اول حاجه سلايد 22. ايوه انا مش فاهمه الدبلوري فورمولا، لو سمحت حضرتك تعيدها لي تاني. ايه الدبلوري فورمولا؟ انا ما فهمتش الا اخر معادلتين دول. ايوه بالظبط. هو دبلوري قال ايه يا باشمهندس؟ قال الويف لينث بتساوي ايه؟ بتساوي اتش على مومنتوم. اللي انا بحسبه المومنتوم عشان اجيب اللمبة. طب ما هو ازاي جابها من الفينومينا؟ من ايه جابها من الفينومينا يا باشا؟ لو سمحت حضرتك عيد لي الحته دي تاني لو سمحت. انا مش عارف اقولها. انت عاوز انا ما فهمتش الفينومينا ايه يا باشا. انا اللي ما فهمتوش بالظبط هو ازاي عرف يجيب، ازاي حسب دبلوري فورمولا، يعني الحسبه دي كلها حسبها ازاي؟ تعالى معايا باشمهندس. انت ذاكرت بارت 1؟ خليك بس صريح معايا. متاكد؟ اه لا يا باشمهندس انا بستغرب الحقيقه. طيب تعالى معايا دلوقتي. لو حضرتك عجلت حاجه بفرق جهد في، بيكتسب الالكترون ده كاينيتك انرجي قد ايه؟ اي في. يبقى سيادتك عرفت الكاينيتك انرجي ولا لا دلوقتي؟ اه. طب ايه علاقه الكاينيتك انرجي بالمومنتوم؟ باشمهندس كلمني انا هنا. يا مش فاكر ايه، بس خليك معايا. الكاينيتك انرجي سيبك من اللي جنبك ده، خليك معايا انا. الكاينيتك انرجي بتساوي كام يا باشمهندس؟ ايوه مع حضرتك. الكاينيتك انرجي في الكلاسيك بتساوي ايه؟ هاف ام في سكويرد.
نص ام في سكوير، كويس؟ طب لو ضربت هنا في ام دي بقت سكوير، هل غيرت حاجة؟ طب لو شلت دي وحطيتها هنا غيرت حاجة؟ طب دي هي مين؟ مومنتوم سكوير. يبقى ما اقدرش اقول ان المومنتوم بتساوي جذر 2 ام في الكينيتيك انرجي. تمام. طيب انت عارف الكينيتيك انرجي دلوقتي ولا لا؟ تمام فهمت. يبقى جبت مين؟ جبت المومنتوم. انتري مومنتوم بتساوي ايه؟ وانا عملت ايه تاني هنا يا باشا؟ عملت ايه؟ لا حضرتك ما عملتش حاجه زياده. انت ما كنتش مهندس مدني، انت درست في البارت الاولاني. ايوه شكرا لحضرتك. دكتور اللي بيكلمني مين ده؟ مش مهندس اسمك ايه؟ مش مهندس انا ولا هو اللي كان بيسال دلوقتي؟ ايوه محمد. محمد ايه؟ محمد ايمان. يا محمد فهمتها دلوقتي؟ انا فهمت حضرتك تمام. اوكي اللي عنده سؤال تاني يا صاحبي. انا قلت ما فهمتش الجزء بتاع الانترفيرنس بتاع الالكترونز لما نزل على النيكل. بتقول ايه يا حبيبي؟ ما فهمتش الجزء اللي ديبلوري بس فيه على الانترفيرنس بتاع الالكترونز لما نزل على النيكل، مش فاهم ليه حصل انترفيرنس ما بين الالكترونز اصلا. يا باشمهندس دلوقتي هو التجربه دي نزلوا الكترون ولا نزلوا اكس راي؟ نزلوا الكترون. طيب الالكترون دي طلعت كلها في اتجاه واحد، يعني قوت بعض في اتجاه واحد، صح ولا غلط؟ طيب معناها كده انه ايه؟ يعني انت لو نزلت لايت ولقيت اللايت ده قوى بعضه معناه انه عمل ايه؟ كونستراكت. طيب ايه كونديشن بتاع كونستراكتيف انترفيرنس؟ مش ده ولا ده حاجه ثانيه؟ هو ده. طيب ايه كل حاجه في قولها لي يعني. ايه ان دي ده الاوردر بتاع الانترفيرنس، والدي دي المساحه بين اللايرز بتاعه الميتال. المسافه مش المساحه، المسافه أصلا. طيب والثيتا دي الانجل بين الري والسيرفس اللي نزل عليه. كويس. هم قالوا ان وجدوا ان ما بين الشعاع اللي نازل والمرتد 50 درجه، يبقى ما بينه وما بين السيرفس قد ايه؟ يعني لو انا جيتك قلت لك كده انت شعاع نازل كده وطالع كده بينهم 50، طب يبقى الانجل دي كام؟ 40. ازاي؟ لا مش 40، 25. يبقى 90 ناقص 25 65. كام يعني؟ 65. كام؟ 65. طيب يبقى هم عرفوا الانجل دلوقتي ولا لا؟ عرفوا. طيب وهم قالوا انهم استخدموا نيكل، يبقى عرفوا دي ولا ما عرفوهاش؟ عارفين دي بس. طيب هو قال لك ان تداخل واحد حصل. طيب يبقى عرفت دي كام؟ نزلت في حته وطلعت في، يعني طلعت بالسيمتري دي. نعم ليه الالكترونز نزلت وطلعت بسيمتري؟ يعني ما هم ده اللي وجدوه يا ابني في الاكسبيرمنت. هم ده اللي وجدوه في الاكسبيرمنت. هو بعد ما اتكسر البلجار قال لك ان الاشعه الالكترون بدل ما انها لقوها متجهه في جميع الاتجاهات طلعت كلها في اتجاه ايه؟ واحد. يعني معنى كده ان الالكترونز دي عملت بالظبط زي الانترفيرنس بس كانه سنجل انترفيرنس، عشان كده اخد ان بكام؟ اخد ان بواحد. طيب يبقى هو دلوقتي وانا معلش بحدد ان دي بناء على ايه في الانترفيرنس؟ دلوقتي يا ابني احنا مش كنا بنشرحها سوا دلوقتي حالا. انت كنت معانا من الاول مش مهندس؟ طيب انا بقى هزنقك بس بقى مش هسيبك بجد. قول لي هنا الان دي بناخدها على اي اساس؟ المفروض ان هي عدد صحيح من الاطوال الموجيه عشان تعمل كونستراكتيف او ديستراكتيف انترفيرنس، عشان تعمل كونستراكتيف انترفيرنس. كويس. لو جيت قلت لك ما حصلش الا تداخل واحد في القانون ده يبقى ان بكام؟ هو انا مش فاهم كلمه تداخل واحد بتريفير ليه؟
يا باش مهندس مش التو ريز دول ممكن يتداخلوا مع بعض يعملوا مره كونستراكتيف مره ديستراكتيف مره كذا ولا لا؟ بالظبط. طيب اما حضرتك بيحصل لك كده يعني ايه هنا ان تبقى بواحد او باثنين او بثلاثه؟ رد عليا بقى. ان هو حصل كونستراكتيف انترفير يعني ايه بقى ان بواحد او باثنين او بثلاثه هنا لو سمحت في الرسمه دي؟ مش يعني اللي هي مثلا اول 2 بيكس او ثاني 2 بيكس او ثالث 2 بيكس؟ لا يا باشا. ديت مسافه قد ايه؟ ايوه حضرتك دلوقتي ادي السورس الاولاني وادي السورس الثاني، واضح من السورس الاولاني والسورس الثاني مسافه بينهم كام؟ لمدة. طيب لو السورس الثاني ده انا زحزحته ورا كده يبقى ما بين السورس الاولاني والثاني كام؟ 2 لمدة. طيب لو ده وده واس 1 هنا واس 2 يبقى المسافه بينهم كام؟ لو هنا S1 وهنا S2 يبقى الديفرنس بينهم كام؟ رد عليا. زيرو. فهمت بقى N بزيرو N بواحد N باتنين يعني ايه؟ باشمهندس في الرسمة دي دلوقتي هو الفرق طول الموجي بين الاتنين، الفرق في الديستنس ما بين الاتنين، ان الاتنين ليهم نفس الطول الموجي. التو ريز مسابقين بعض بقد ايه؟ ده ري واحد ودي ري اتنين. والله لو ري واحد وري اتنين بدين مع بعض هتبقى الديفرنس بينهم بكام؟ بصفر. لو واحد منهم مسابق التاني يبقى الديفرنس منهم لندا، لو واحد منهم مسابق باتنين لندا بتلاتة لندا. واضحة دي ولا لسه؟ باشمهندس يا ابني انت اللي بتتكلم. معاك يا دكتور. دي واضحة ولا لا؟ معاك يا دكتور. يا ابني فهمت دي دلوقتي؟ رد عليا بس هنا. فهمتها والله. طيب دي واحده بقى، ودي مش دي مشكلتك، هي يعني مشكلتك لما جت في التانيين. تعالى بقى معايا. خليك هنا معايا. بص انا مش ممكن هتبقى انت مش فاهم الحاجه وانا هسيبك. انا ده هيبقى عملت لك ايه؟ تعالى معايا دلوقتي. افرض حضرتك عندك ثلاثه ري كده وكده. لو حضرتك جبت لي مصدر هنا مشي كده وري مشي كده. دول بينهم اي باس ديفرنس؟ هم خارجين من الحته دي. هل بينهم اي باس ديفرنس؟ هو انا شايف نقط لسه ما ظهرليش ريز. ما هي الخطوط الحمراء دي. لا لسه نقط بس. هل الاس اللي انا رسمتها دي بانت لك؟ لا برضو. طب اعمل ريفرش من الصح. اطلع انا اطلع واخش. طب دكتور عندي سؤال قبل ما يخش. دينا واحد يا باشمهندس عشان الرسمه دي اصبر بس. اصل ده سايب نفسه من الاول. شوف احنا قايلين الكلام ده بقد ايه جاي دلوقتي يقول لي الباص ديفرنس يبقى ايه؟ دلوقتي التو ري اللي موجودين قدامك دول المسافة بينهم قد ايه؟ زيرو. طيب تخيل بقى انا جبت الديتكتور كده، ادي السورس كده. خليك معايا. ري منهم نزلت كده وطلعت كده، وري نزلت كده وطلعت كده، بقى بينهم باس ديفرنس ولا ما بينهمش؟ بينهم باس ديفرنس. طيب لو الباس ديفرنس ده خلى المسافه دي ما بين الاثنين دول لندا يقوى بعض ولا لا؟ يقوى بعض. تبقى هنا دلوقتي هنا كان الباس ديفرنس زيرو، اول باس ديفرنس يخلي لك دول يتقوى هتبقى ان اللي مضروبه في لندا دي بكام؟ بوان. طيب لو انا ميلت الديتكتور اكتر بحيث نزل كده وطلع كده والتاني نزل كده وطلع كده وراح مديني هنا تاني تداخل تبقى ان بكام؟ بقى كده اكبر من 1. هتبقى كام؟ اكبر من 1. ايوه كام يعني؟ على طول
هو ينفع واحد وربع؟ لا ولا لازم تبقى يا واحد يا صفر يا واحد يا اتنين؟ لازم تبقى عدد صحيح، تبقى اتنين. تبقى اتنين صح ولا لا؟ صح. طيب لو انا جيت قلت لك بقى انا ما ظهرليش الا بيك واحده، يعني ما عنديش تداخل تاني، ما عنديش الا هو تداخل واحد، تبقى ان بكام؟ بوان. بوان هو ده اللي قالوه. قالوا ايه؟ قالوا اما جينا نعمل التجربه بتاعتنا والبلجر اتكسر، هم ده اللي قالوا. قالوا ايه اللي بالنسبه لهم؟ بص بقى قالوا، قالوا ان انا الالكترونز ما ظهرتش الا ادي ديفيد جيرمان، قالوا ان بيك واحده ظهرت، بيك واحده ظهرت يعني معناها تداخل واحد ظهر، تبقى ان بكام؟ بوان. بوان اتفهمت؟ اه فهمت يا دكتور. يبقى القانون ده في هنا ان بايه؟ بوان. وصلت يا ابني ولا لسه؟ وصلت يا دكتور. بعدين انا بلومك قوي، يعني احنا قايلين الباس ديفرنس والفيس ديفرنس دي الليكشر ديفرنس، وبعدين شرحناها هنا ووريها لك ساعه ما وريتها لك هنا برضو، يعني كل ده وانت ما سالتش ليه يا ابني؟ انا كنت فاهم ان انا كنت فاهمها كهو الفرق بين الطول الموجي، لكن ما اللي ما جاش في بالي ان عدد ان ال دي هتديني عدد البيكسل اللي انا هشوفها، هو ده اللي انا ما كنتش فاهم. ما هو ده التداخل الاول الثاني الثالث، فهمني ولا؟ دي اللي وقعت مني. وصلت؟ وصلت يا دكتور، شكرا جدا. بص انا هوري لك حاجه اخيره برضه عشان بضمن انك انت فهمتها صح. بص كده معايا، يمكن دي تلقطها يعني تخليك تلقطها اكتر شويه. برضو انا يعني انا ببقى شاعر برضو بالاونلاين انه غير ما الواحد برضو بيبقى اي تو اي. بص كده انا وريتها لك هنا وحاولها لك تين. معاك يا دكتور. خليك. خليك. بص كده على الاثنين دول، هكبر بس الويف لينس شويه. بص ده يعمل لك تداخل بناء ولا هدام؟ هدام عشان عكس بعض. عشان هدام. عكس. طيب لو انا عملت كده كده تبقى ان بكام؟ كده ب مش ده اول تداخل بناء؟ يبقى دي ان بكام؟ بون. طيب لو انا عملت كده كده ايه برضو؟ هدام ولا بناء؟ كده هدام. لو انا زودت كده بقى ايه؟ لا بناء. يبقى هنا ان بكام؟ هنا ان باتنين. فهمتها ولا؟ اه فهمت يا دكتور. يبقى انا لو عندي الديتكتور وقلت لك ان الديتكتور ما ادالكش الا قيمه واحده بس فيها تداخل قوي، يبقى على طول ان بكام؟ بون. وصلت؟ وصلت يا دكتور شكرا. فهمتها بجد يا محمد؟ انت اسمك ايه؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن فهمتها بجد ولا؟ اه فهمتها والله. لا انا مش يعني ايوه ايوه دلوقتي لما طلعوا في اتجاه واحد الالكترونز وظهر ان هما بيك واحده، فهو كده ده عرفه ان الالكترون بيتصرف كويز صح كده؟ ايوه طبعا. ما هي ده مش ده، لو كان بدل ده كان اكس راي كان هيتصرف كده ولا لا؟ نعم. افرضي بدل الالكترون دي كان عندك اكس راي، مش ده كان تصرفات الاكس راي؟ اه. طيب دلوقتي الالكترون بدل الاكس راي اتصرف كانه ايه؟ كويف عشان طلع في اتجاه واحد وظهر بيك واحدة. ما هو مازال ما يظهر لكيش الا بانترفيرنس واحد. تمام ماشي. دكتور هو ليه لو الزاوية بتكون 180؟ نعم نعم يا باشمهندس. هو الزاوية لما تكون 180 بيبقى ده اول انترفيرنس حصل صح؟ ده هو ان بصفر. ان بصفر، بس ان بصفر معناه ايه؟ معناه ان الريم ما مشيتش ما فرقتش عن بعضها، كلهم ماشيين زي بعض. ايوه بالظبط. ما انا عشان كده قلت لك ايه؟ قلت لك انا يا زي يعني هتقولي يا سيتا بزيرو يا سيتا ب 180، هي سيتا بزيرو مش ب 180. اه صح.
تبقى ستيب 180. ليه مش بعتبر ان ده الفيرست انترفيرنس؟ كم ده ان بزيرو؟ هل هنا في باص ديفرنس؟ لا ما فيش. هو انا بعتبر عن بعض بعتبر الفيرست انترفيرنس من لما يكون في فرقه اصلا بينهم صح. طبعا تمام. طيب هو ايه الحته اللي اتكسرت في التيوب خلتهم يطلعوا في ستريت لاين؟ يعني ايه الحته اللي اتكسرت؟ التيوب كلها اتكسرت فتأكسدت. حضرتك قلت ان التيوب قلت ايه انا باشمهندس؟ حضرتك قلت ان التيوب اتكسر منها حته خلتهم يطلعوا في ستريت لاين. الحته اللي اتكسرت دي اللي هي عند الكولكتنج. انا قلت كده يا باشمهندس. والله والله انا ما جبت سيره حته من التيوب. بس انا انا قلت انا قلت التيوب اتكسرت فاللي حصل ان الهواء اكسد النيكل. انا ما قلتش لو طلعت ستريت لاين ولا قلت حاجه خالص. قلت اكسد النيكل. اما شالوا النيكل دي وصنفروها ووضبوها رجعت تاني واستخدموها طلعت الاشعه كلها عملت الكونستراكتيف انترفيرنس. فسرنا ده بايه؟ ان التسخين بتاعهم ده حول الماده من امورفس الى كريستالاين. يعني الماده عندهم كانت ماده عشوائيه حته نيكل خام. الاتوم بتاعتها مش متوضبه عشان كده ما كانش في انترفيرنس. اول ما حصل انها اتوضبت حصل انها اتجاه انترفيرنس. لكن انا لا قلت حته اتكسرت من التيوب ولا جبت الكلام ده خالص. فكرت ان حته اتكسرت معينه فبعد كده لما سخنوها واستخدموها مره تانية خلتها تطلع في ستريت لاين. ما قلتش كده والله. تمام طب دكتور هو انا في الاثبات بتاع الدبولي فورمولا لو كنت اشتغلت بالريلاتيفيتي ما كنتش اشتغلت بالكلاسيكال كان المومنتوم هتطلع نفس القيمه مش كده؟ القيمه ساعتها هتحط ام بيساوي ام نود على جذر واحد ناقص بي سكوير على سي سكوير. كان هتطلع نفس القيمه مش كده؟ هتطلع نفس هتطلع على حسب بقى السرعه ساعتها. يعني احسب المومنتوم صح هيطلع لك الويف لين صح. طب احنا ليه استخدمنا الكلاسيكال؟ احنا الاكسبيرمنت اللي احنا عملنا اما حطوا 54 الكترون فولت ما هو حط 54 فولت هل 54 فولت دي هتخلي لك سرعه الالكترونات تستخدم النان ريلاتيفستك؟ تمام. برضو انت مش فاهم حاجه. لا فاهم ان الصوره مش كبيره قوي يعني. لا مش ده اللي بيحكمنا. تعالى هنا. انت اللي بيحكمك الريلاتيفستك والنان ريلاتيفستك انك بتقارنها بمين؟ بسرعه الضوء. لا اله الا الله. بتقارن الكينيتيك انرجي بسرعه الضوء يا باشمهندس ولا الكينيتيك انرجي بالريست ماس انرجي؟ لا انت ولا انت هنا خالص. انت اسمك ايه؟ احمد. ايه؟ طارق. احمد ايه؟ طارق. احمد طارق. يا احمد يا طارق انت بتستغل الحاجه الريلاتيفستك او الريلاتيفستك بدايه عن ايه؟ واحنا كنا المفروض بين بص يا طارق ما انت يعني نفهم الكلام اللي بنقوله. يعني احنا كده بنعك. انت دلوقتي تستخدم الريلاتيفستك او الريلاتيفستك بناء عن ايه؟ هو كان المفروض بناء الكلاسيكال لو السرعه اقل من سرعه الضوء بكتير يعني. طب والحل التاني لو ما كانش سرعه بنعمل ايه؟ بنستخدم ايه؟ بناء اللي بنستخدم ساعتها الريلاتيفيتي. لا مش قلنا كده. أمال قلنا في حاجتين يا اما انا كتبت v على c تكون اكبر من 0.1 دي واحده يا اما انك انت عندك القانون بيقول ايه هي اي نوت زائد مين كينيتيك انرجي. طيب لو كينيتيك انرجي دي قليله جدا بالنسبه للاي نوت هل هتشعر بتغير الانرجي؟ لا. رد عليا. لا مش هتشعر. مش كده؟ مش انا سمعتش بس اخر جزء. دلوقتي العلاقه دي عارفها ولا مش عارفها؟ عارف. طيب لو كينيتيك انرجي دي قليله جدا هل ام وام نود دول هيتغيروا؟
لا عشان كده قلنا لو انا عندي الكاينيتك انرجي اصغر كتير من اي نود بعتبر ان الماس ما اتغيرتش. باشمهندس انت ما ذاكرتش البارت الاولاني. لا ذاكرت وفاهم انا بس كنت لو ذاكرت بص يا باشمهندس بروبلم ست وان سبع مسائل على الجزء ده. انا فاهم انا كنت استفساري الوحيد بس اللي هو كان ليه استخدمنا دي اللي انا لعبت بيها يا ابني دي اللي انا لعبت بيها ان جبت الكاينيتك انرجي قارنتها بالاي نود الكاينيتك انرجي نتيجه فرق الجهد اللي حطه دبلوري اهي يطلع لك ايه يطلع لك ان الكلام ده اصغر كتير جدا من مين من اي نود الاي نود ايوه تطلع كاينيتك انرجي اصغر بكتير جدا من اي نود معنى كده ان الماس ما اتغيرتش ليه استخدم ريلاتيفيستك ماشي تمام يا جماعه بص والله العظيم المودرن ما هتتذكر كده الطريقه انتوا بتعملوها دي قاتله بص يا احمد يا طارق لو انت ذاكرت بعد ما ذاكرت بروبلم ست ولسه الحاجات دي مش مفهومه كده يبقى في حاجه غلط كده في حاجه غلط على طول عزمني انا ممكن اسيبك واقول لك يلا اهو جاوبك يا ابني ما تنفعش كده وخلاص انا لو عملت معاك كده انا هضرك جامد جدا في امتحان الميد تيرم احرر بقى يعني انا اصلا مش معقوله بحضر محاضره في بارت 2 في اخر بارت 2 وانا ما ذاكرتش بارت 1 عدل فعش كده المهم حد عنده حاجة تانية هنا معلش سؤال قول السيتا ال 65 هو المفروض الشعاع اللي نازل من الالكترون جان هنا المفروض ان هو نازل بيربنديكولر صح بيربنديكولر على مين يا على الكريستال اللي تحت يعني الرسمة باين ان هو نازل بيربنديكولر تعالى فهمها لك تاني هل انت يهمك شكل الكريستال ولا البلين اللي بتتكلم عنه يعني دلوقتي افرض ادي الكريستال كده لكن البلين عامله كده لو ده سقط كده هل ده عمودي على البلين لا طيب يبقى هتعمل ايه هتقول كده صح ادي ده العمودي على البلين صح ولا غلط تمام لو ده كان 50 الانجل اللي مع البلين دي تبقى كام يعني انا واخد البلين ان هو مش عادل زي الكريستال ومين قال ان البلين عادل زي بيزك يعني انا بالله عليك برضو انت الاشكال دي يا باشمهندس لو اخدت اي شكل انت عاوزه هل البلين دي كلها في دايركشن واحد لا يعني لو انت اخدت الشكل ده هو شكل الكليسترز البلينز دول عمودين عليه صح ولا غلط صح لكن البلين ده والبلين ده لو نزلت اكس راي من فوق مش ممكن تنعكس على البلينز المايلين دول هتنعكس بس مش هتبقى عمودي بالظبط ماشي شكرا ده بس ده سؤال كويس عليك بجد والله يعني سؤال ان في كتير ما بياخدوش بالهم من الحكايه دي يعني انا مش دايما سؤال بس انا الفكره انا بقول لك انت القانون اما احنا اثبتنا 2 دي ساين ثيتا انا افترضت ان انا بنزل على البلين العمودي صح ولا غلط تمام فانا باخد البلين العمودي اللي على دي انا بطبق عليها الريليشنز فهمت هي بس الرسمه ما كانش باين فيها البلين فانا لخبطتني شويه فعمال اقول الخمسه انا ليه بقى انا لما اجي ارسم لك كريستال ارسم انيو بلين من دول تفهمني يعني انا قلت لك دلوقتي بلوك كده حته حديده كده ده كويس تمام هل دي معناها ان كل البلين كده لا ولا في بلين راسيه برضو ها في راسيه برضو وفي ايه وفي مايل فهمت فانا لما باجي اعوض بدي
2 دي ساين ثيتا، انا باخد الانجل بتاعتي بغض النظر، انا بتكلم دايما على البلينز اللي الريز دي تنزل عليها بانجل ثيتا. فهمت؟ تمام، شكرا يا دكتور. مصروفه لك شكرا جدا والله، يعني ناس كتير ما بتاخدش بالها من الحاجات دي. كويس، الناس بصحصحه. اوكي، في عند حد عنده سؤال تاني؟ طيب. دكتور، هو يعني بالنسبة للسؤال اللي سأله اللي فات، ممكن يعمل كده في الامتحان؟ آه طبعا. تمام، شكرا. ممكن يجيب لك مستويين ويخليك أنت تشوف منهم فين يعني. بس يعني سؤال، هل أنا الكورس يعني أنا بدي لك ميتالورجيا عشان تحسب لي السيتا وأطلع روحك في حسابات السيتا، ولا أنا كنت بدي لك دي من باب بس أنك تفهم إزاي تحقق كلام دبلور؟ يعني هل انا الغرض من الكورس ده درست الكريستالين؟ لا. رد عليا يا باشمهندس. لا. طيب، يبقى اكيد انا مش معقول حديفيت يعني الكورس عشان ادرس انا الديفرنت انجلز واسيب الاصل اللي انا بدرس عليه اساسا. وانا حتى قلت لكم الكلمه دي في الاول، قلت لكم انا مش بدرس لكم براك بلينز عشان ندرس كريستالوجرافي، انا بدرس لكم البراك بلينز بس عشان تبقى فاهم دبلوري حقق التجربه بتاعته ازاي. انا مش قلت دي كلمه اول ما بديت يا باشمهندس، والله ارجع لاول الليكتشر دي هتلاقيني قلت لك كده. اوكي، ماشيين مش ونسين. في حد عنده اي سؤال تاني؟ مش ونسين. لا تمام، خلاص كلكم الاسئله بتاعتكم. نعم انا دكتور. جماعه ذاكروا الحاجات دي ارجوكم، الوقت بيجري منكم، بيجري منكم قوي يعني. انا حاسس ان في ناس مش حاسه خالص بالتايم ان امتحانكم بعد اسبوع يعني. خلي بالكم ان امتحانكم هيخش لغايه اخر بارت 2 وانتوا عندكم الفيديوهات، فمطلوب منكم بروبلم سيت 1 و 2 و 3. تقول لي سيكشن حصل، سيكشن اتاخر، ما فيش اي مشكله، انت عندك كل الفيديوهات بتاعت حلول المسائل يعني. المهم دلوقتي خلصنا كده الجزء اللي هو الخاص ده، احنا خدناه المره اللي فاتت، شفت انتوا الاكسبيرمنتس ده. اخر بقى سؤال هتذاكر عندنا والكلام بتاع دبلوري. بصوا، انا لو كملت الكلام ده ومنكم ناس ما قريتش الجروف فيلوسيتي والفيز فيلوسيتي، ناس ما ذكرتش الجزء ده خالص، انا هخلص الشابتر ممكن في 10 دقايق. يا جماعه من فضلكم قبل ما اكمل بقى يوم الخميس، يوم الخميس ان شاء الله انا هقفل الشابتر ده باذن الله. نصيحتي ما تضيعش الماده من ايدك. اللي منكم ما راحش ذاكر الحاجات، لم نفسك فيها كويس جدا لغايه يوم الخميس. انا بصراحه والله العظيم يوم الخميس انا هخلص ده، هيبقى عليك الثلاثه بروبلم ست وهبتدي الكوانتم ميكانكس الاسبوع الاخير. مش هجيبه في الامتحان بس ما هيتحسب عليه. فنصيحتي من فضلكم روحوا اقروا الكلام ده، واقروا اول الشابتر ده بالذات موضوع الجروب فيلوسيتي والفيز فيلوسيتي عشان هستخدمه المره اللي جايه. انا هقف على هنا، انا لو خلصت 10 دقايق كنت هخلص الجزء ده ويبقى انا السلايدز دي خلصت، هبتدي بالكلام بتاع الانسرتينتي كده. انا هضطر اخد الانسرتينتي كلها المره اللي جايه مع البارت الاولاني ده. عامة الانسرتينيتي هستخدم العلاقات اللي استخدمتها النهارده، فمن فضلكم روحوا ذاكروا بقى الجزء ده والجزء بتاع دبلوري والجزء بتاع الجروب فيلوسيتي والفيز فيلوسيتي والديسبيرسيف والنون ديسبيرسيف ميديوم عشان انا هحتاجهم. وانا هقف على الجزء ده وهكمله معاكم بقى المره اللي جايه، بس المره اللي جايه يمكن هناخد ساعتين ونص عشان اقدر اخلص البارت ده ويبقى خلص بارت 2 بالكامل. جماعة لو سمحتوا، أنا بشوف بعض الناس، بصوا أنا كين عليك وحريص عليك جدا،
انا بتضايق قوي قوي مش من الاسئله، الناس بعضكم مش يعني يمكن بيستغرب يقول انت ليه بتتنرفز واحنا بنسالك. انا بتنرفز عليك يا باشمهندس، انا بتنرفز من السؤال نفسه. يعني النهارده اما الناس تيجي تسالني بعد ساعتين على الديفرنس، النهارده ناس بتسالني لغايه دلوقتي ما يعرفش يحسب ازاي يحسب الريلاتيفستك او نون ريلاتيفستك، ناس ما تعرفش ازاي من الكاينتيك انرجي تاخد الديسيشن. يعني يا جماعه مش معقول والله، يعني ده لا يمكن كده. انا يعني يعني مش ممكن يعني. عامه صارت يو يعني انت في النهايه النتيجه بتطلع بتاعتك، بس انا يعني بدي قوي من الطريقه دي. يعني اصل طب انت بتتعب نفسك وبتحضر ليه اذا كنت ناوي تذاكر يعني؟ تمام. وبعدين اخر بقى مره لعب العيال ده واحنا داخلين تقعدوا تطلعوا بعض والكلام الفاضي ده يعني عيب يعني. في اتنين رافعين ايديهم، محمد سامي وعبد الله ياسر. انت عاوزين سؤال ولا كنت مجرد ناسين الهند؟ محمد سامي، محمد، محمد سامي. اوكي سوري 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 كنت ناسي سوري. مش عارف عاوز اي سؤال يا ابني؟ كنت ناسي. لا كنت ناسي يا دكتور. ايوه ايوه بقول لك عاوز. كنت ناسي يعني. ايوه ايوه انا كنت ناسي. بقول لك الجزء ده فهمته؟ اه تمام. طيب عبد الرحمن اسامه دكتور، لو الليكتشر خلصت ممكن نسال لحضرتك في حاجه في بارت 1 يعني؟ اه طبعا خلاص انا هوقف التسجيل واسالني اللي انت عاوزه. تمام. بس يعني اقول عاوز ايه في بارت 1 يعني؟ هو احنا أيوة. لو احنا دلوقتي شغالين في الريلاتيفستك ليه بناخد من الكلاسيكال فيزيكس حاجات زي الرولز بتاعت الكونسرفيشن اوف انرجي والمومنتم؟ الرول بتاع الكاينتيك احنا ثبتناه من الاول، ليه الرول بتاع المومنتم جاست ان انا شلت الام نوت حطيت مكانها الام؟ ان هي مش فارقه في حاجه، هي المومنتم لحظيا ام في في عند اي ماس، ام في في ده اللي بتطلق عليه المومنتم. يعني الديفينيشن بتاع المومنتم ايه هو؟ خلي بالك معايا، ايه الديفينيشن بتاع المومنتم؟ هو الماس في الفيلوسيتي بس دوت كان في الكلاسيكال. لا يا ابني ام في دي ملهاش علاقه بالكلاسيكال. انت اي ماس ماشيه بفيلوسيتي معينه في بارت اسمه بي، لو حبيت اغيره لازم ابذل فورس. فاذا مفهوم المومنتم هي الماس اللحظيه اللي موجوده عندك في الفيلوسيتي، فده مفهوم ما يتغيرش. هيتغير ازاي يعني؟ ايه علاقته بالريلاتيفستك ولا نون ريلاتيفستك؟ تمام. طب لو عاوز تحسب الام بقى اللي هي هتضطر تحسبها ريلاتيفستك ولا نون ريلاتيفستك هحسبها بالمومنتم. ايه هحسبها باينشتاين عادي؟ ما هو ايوه كلمه مومنتم يعني ايه اولا؟ يعني ايه مومنتم؟ نعم باشمهندس. نعم معاك يا دكتور. يعني ايه مومنتم؟ الحركه، كميه الحركه. ايه هي كميه الحركه؟ الماس في الفول، الماس في الفيلوسيتي في اي لحظه، صح ولا غلط؟ طيب هل الديفينيشن ده يتغير ريلاتيفستك او نون ريلاتيفستك؟ لا كده مش هيتغير. لكن تعالى بقى الكاينتيك انرجي، اما تقول الكاينتيك انرجي نص ام نوت في سكوير، هي الكاينتيك انرجي دي جت منين؟ انك عملت ورك اتحول الى كاينتيك انرجي، صح ولا غلط؟ صح. طيب اذا كانت الماس بتتغير معاك مع السرعه هيطلع الاكسبريشن كده؟ لا الاكسبريشن كده هيتغير بالظبط. قانون نيوتن الثاني دي بي باي دي تي، صح ولا غلط؟ هل ده يتغير بتغير اي حاجه تانية؟ لا هو هو، بس المهم ان الام والفي اللي انت بتضربهم دول الام والفي اللحظيين. صح ولا غلط؟ فهمت يا دكتور، فهمت. فانت يعني انت تعريف الماس هو ده تغييره بتغير السرعه، ده حاجه، لكن المومنتم هو تعريف ام في 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 اي مكان اي لحظه. تمام. اوكي. تمام تمام. شكرا يا دكتور. عندك اي سؤال تاني في بارت 1؟ لا
هو انا بعد ما ذاكرت الليكتشر اللي فاتت كان في يعني تو ايكويشنز كده يعني حضرتك ما قلتهمش او انا ما فهمتهمش مش عارف الليكتشر اللي فات ايه في بارت 2 يعني دلتا ايكويشن اللي هو في صفحه كام هو انا معايا الصوره بتاعتهم هي اللي هي دلتا اكس في دلتا كي اوفر 2 بتساوي الباي او دلتا اكس ايكوال 2 باي اوفر دلتا كي دي الصفحه كام باشمهندس انا مش عارف الصفحه هي قبل الديسبيرسيف ميديوم دي اللي قبل الديسبيرسيف ميديوم ثواني هي لسه الصوره ما قلبتش عندي بس انا هجيب لك اللي قبل الديسبيرسيف ميديوم دي الايكويشن اللي تحت دي الايكويشن اللي تحت دي دي جت منين يعني بالظبط طيب اسالك سؤال بسيطه جدا انت بالنسبه لك بتحكم على الويف لينس ازاي يعني بص كده دي بس عشان نتكلم بس مع بعض انت عندك اما بتحصل ساين كده ركز بس معايا بتتكلم على المسافه دي لو بالطول بتقول لندا صح ولا غلط صح طيب لو المسافه دي بتتكلم عليها بالانجل تبقى كام 2 باي 2 باي حلو كده ماشي معايا ماشي يا دكتور طيب لو انت قدامك رسمه زي اللي فوق دي اللي هي اللي موجوده قدامك دي اللي هي البيت صح ولا غلط تمام طيب قدامك المسافه دي لو عاوز تتكلم ما بين الخط الدوت ده والخط الدوت ده المسافه دي مسميها دلتا ايه دلتا اكس دلتا اكس هل دي تناظر باي ولا 2 باي 2 باي لا بص كده تعالى بس حضرتك كده لو انا خدت الساين دي كده كامله مش دي ساين كامله الخط اللي انا رسمته ده ساين كامله ولا لا ساين كامله دي تناظر من هنا لهنا كام كده يبقى دي كلها 2 باي 2 باي يبقى الدلتا اكس دي تناظر كام باي بس باي بس روح بقى افكر في الصفحه دي تاني ماشي تمام والدلتا كي على 2 فكر انت تمام ماشي بس انا هقول انا قلت لك دي التريكي خلاص اوكي فكر فيها وارجع لك تاني ماشي تمام يا دكتور ممكن بس حاجه في الاستاد اللي بعدها برضو انا بس هسيبها لك تفكر فيها شويه وبعدين هرجع اعملها لك والله بس انا اديتك كي كده انا عجبني جدا انت فكرت يعني في علاقات انا ما اتكلمتش على العلاقات دي فعلا انا نسيت بس اتكلم عليهم يعني لكن انا اديتك هنت كده والمره اللي جايه اكملها لك يعني بس عشان اسيبك تكمل شويه فقط تمام قول لي معلش ممكن اللي بعد دي برضو مش دي اللي بعديها اول الديسبرشن ايه. ايوه هو انا فهمت ان الديسبرسيف ميديم اللي هو الجروف فيلوسيتي مش هتبقى زي الفيز فيلوسيتي ايه علاقه دوت بالفريكوينسي بقى هو كاتب فاريز ويز فريكوينسي سؤال بسيط جدا يا باشمهندس هو الاوميجا دي علاقتها بمين اوميجا دي بتساوي 2 باي اف 2 باي اف يبقى انا لو قلت لك انك انت عندك اوميجا بتتغير مع انا هنا انا اولا ما جبت لكش الفريكوانسي انا بقول لك هنا ايه اكسبريس ذا فاريشن اوف اوميجا از ا فانكشن اوف كي صح ولا لا تمام طيب سؤال اوميجا دي نفسها هي الاف ولا لا هي الاف يعني ممكن اقول ان الديسبيرسيف هي علاقه ما بين تغير الاوميجا والكي او الاف والايه والكي ايه المشكله بقى بس هو عامه الميديم بيبقى ديسبيرسيف لما تبقى واحده اكبر من واحده لكن طالما هما
يعني قد بعض. لا دي واحد. بص انا العباره اللي كاتب لك فيها الفريكوانسي مش دي اللي انت بتتكلم عليها عشان كلمه فاريشن وذ فريكوانسي. اه طيب انا تعريف في فيز هي اوميجا على كي صح ولا غلط؟ تمام. اه طيب انا قلت لك لو انت الفيز فيلوسيتي دي بتاعتك هتعتمد على الفريكوانسي يعني ايه؟ يعني انت كل ما تغير الفريكوانسي الفيز بتاعتك دي بتتغير. اسالك سؤال في مثال زي اللي مرسوم قدامك ستريت لاين ده، هل لو انا غيرت الفريكوانسي هل الفيز فيلوسيتي هتتغير؟ لا ما بتزيد الفريكوانسي، هيزيد كده هتزيد. اوكي مع بعض. يبقى معنى كده ان الاسلوب ده ثابت ولا لا؟ ثابت. اه يبقى معناه ان الفي في ثابت. اه طيب لو حضرتك عندك علاقه كده هنا الفي فيز مش ثابت. الفي فيز مش ثابت صح ولا غلط؟ اه يبقى عشان هنا الاسلوب مش ثابت، عشان الاسلوب بتاعك مش ثابت. طب ما ده اللي انا قلته لك. انا آه انا هنا بتكلم عن الدي اوميجا على الدي كي. دي اوميجا على دي كي هتختلف عن اوميجا على كي صح ولا غلط؟ انا من التغير في ان الفريكوانسي ما يكونش بيتغير يونيفورملي مع الكي، مش ان هو ما يكونش بيتغير اصلا. بالظبط. ما لو اتغير ما بتغير بانتظام اوميجا هتتغير كي هتتغير، فهتلاقي ان انت الفيز فيلوسيتي بتاعتك بتتغير. لكن لو انت عندك في تغير زي الخط الاحمر ده عمر ما العلاقه دي هتبقى ثابته صح ولا لا؟ صح. هو ده اللي انا التغير اقصده بكلمه ديسبيرسيف ميديا. فهمتها دلوقتي؟ طب هو عامه الميديم يعني بيغير الحاجه مره واحده على طول فبتتغير وتثبت على الشكل ده، ولا بتقعد تتغير طول ما هي ماشيه في الميديم الديسبيرسيف؟ ما انت عندك بقى ميديمز مختلفه، يعني الهواء ما يعملش ديسبيرشن. العلاقه بينهم هتلاقيها اللينير. لكن في مواد بقى كتيره جدا، مواد زي السيراميك، حاجات زي الفيرو ماجنتيك ماتيريال، هتلاقي الاوميجا والكي بيختلف. بس هو يا دكتور مش معنى ان الاوميجا كده بتختلف ان برضه هيحصل تغير. اه بس لما يحصل تغير هتفضل شكل الويف هي هي. فهمت. هي هتتغير لكن الويف زي ما هي. اه فهمت خلاص. وصلت؟ اه وصلت يا دكتور، شكرا جدا. عفوا. اوكي حد عنده اي سؤال تاني؟ ايوه دكتور. ايوه انا بس كان عندي سؤال بس هو ملوش علاقه باللكتشر. يعني انا بس كان عندي مشكله في تيمز ان انا معمول ريستريكشن، مش عارفه اكتب اي حاجه ولا اعمل اي بوست ولا اي حاجه، وكنت بحاول اوصل لحضرتك من يوم الخميس اول يعني لما خدت بالي من الموضوع انت داخله جست، ما كنتش عارفه اعمل ايه. انت داخله كجست؟ لا انا كنت داخله من الاول خالص اول لما اللينك اتبعت لي. نعم. آه يعني ادي لحضرتك دلوقتي 1901 048. دي اخر دي اخر كامل الاي دي بتاعك. الاي دي بتاعك كامل يا باشمهندس 1901 048. 1901 4 كام؟ 4 كام؟ 048 19-01-0-4-8. اه انا دخلك. احتمال تكون انت سجلتي متاخر او حاجه؟ لا بالعكس انا مسجلها من الاول خالص، واول لما اللينك اتبعت رحت داخله عليه. مش عارف بس انا الحقيقه ما فيش حد منكم، انا دخلت وبصيت عليكم ولا واحد فيكم داخل جيست، فدي انا مش فاهمها بقى. انا مش عارفه، انا كنت بعت لحضرتك حتى سكرين شوت اللي ظاهر لي ان انا كاتب لي بوست ريستريكتد وان انا ماليش يعني ان انا اشارك في اي حاجه خالص، فمش عارفه بقى. مش عارفه. بصي يا باشمهندس انا هحاول ادخل اسمك تاني. طبعا انا ما بعمل لكمش، انا النهارده بس الحاجه الوحيده اللي عملت لها شوت ريستريكشن ان الناس كانت اخر التهريج اللي كان في الاول ده، فانا عملت ريستريكشن للناس يعني بحيث ان انا ما مش اي حد يخش، ويعني بصراحه اسقط حاجه سخيفه جدا يعني اللي حصل في الاول، وبعدين فتحتها لكم تاني. انا هدخل اسمك مره تانيه، فاذا كان دخلت جيست لاي سبب انا ما اعرفش ايه ده، لو ما لقيتهاش كلمي السوبرفايزر بتاعك. على فكره لازم يتكلم الناس بتوع تيم يقول لك ان الاكونت بتاعك في حاجه. دي مش في السوبرفايزر على ايه؟ قولي له الاكونت بتاعي على تيم ريستريكتد.
هو ما اصل انا ما فيش حاجه هعملها الا حاجه غير كده. لو هم عم فيها غلط يعني مثلا الاي دي نمبر بتاعك مش متبلغ بيه، اصل عارف احنا ليه، احنا ليه مثلا بنقول لكم خشوا بالاي دي نمبر، اي واحد هيخش من غير الاي دي نمبر بتاعه هيبقى يعتبر جيست، جيستنا لا يقدر يتكلم ولا يقدر يسجل ولا يقدر يعمل حاجه. هو ده معمول لي بس هي في المودل فيزيكس بس، يعني كل المواد دي داخله بنفس الاكونت مفتوحه. لا لو كان كده يبقى ممكن جدا حصل حاجه في الاول، انا هعديها لك تاني، هحذف الاكونت بتاعك ده وادخله مره تانية هيظهر لي اسمك، انا ممكن اعملها وانت قاعده. عامه هو خلاص المحاضره خلصت، فالناس عاوزه تمشي تمشي، خليكي.